كان تحلني. راسين ايوه بدنا الله يجزاك. طيب يا احمد خلاص احنا طلعنا. ايوه طيب طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سعيدين بالعوده يعني، سعيدين يعني ما تتخيلوا انه الواحد يعني مبسوط ويعني مسهول من السعاده يعني. قريبه 6 شهور غبنا عنكم وغبنا عن مبادره الباحثين وعن برنامج ونسعى على دروب النجاح، طبعا لظروف كلنا نحن عارفينها وظروف صعبه جدا جدا يعني، لحد الان كل يوم الظروف بتزداد صعوبه، لكن ما عندنا حل يعني، لازم نواصل. طيب احب اذكركم يا جماعه، برنامج ونسعى على دروب النجاح هو احد مشاريع مبادره الباحثين السودانيين ومبادره الباحثين السودانيين، المبادره العملاقه، المبادره الفتيه، ويعني مشاريع كثيره جدا جدا، وبحمد الله وتوفيقي يعني حصل فيها يعني انتقلنا نحن من المرحله بتاعت الكوانتيتي لمرحله الكواليتي اللي هي من المرحله بتاعت الكميه مشينا لمرحله الجوده، وما حتكلم على الموضوع ده كثير لانه الليله احنا حنستضيف يعني واحده من رموز مبادره الباحثين السودانيين دكتوره نعمه الفاتحي حامر، هي مزوره الشؤون الاقتصاديه في مؤتمر الامم المتحده للتجاره والتنميه، وهي المدير التنفيذي لمؤسسه الباحثين السودانيين، هي خير خلف لخير سلف اللي هو دكتور انور ضفع الله صاحب المبادره، ويعني ابو المبادره واخوها واي حاجه يعني حبيبه يعني. تمام دكتوره نعمه هي عندها دكتوراه في الاقتصاد القياسي من جامعه اوساكا في اليابان وبكالوريوس العلوم الاداريه جامعه الخرطوم. انا بكتفي لحد هنا وبعد ذاك طوالي يا دكتوره نعمه تيجي تعرفينا من هي دكتوره نعمه. شكرا لك، شكرا لك ياسين، وشكرا لونس على دروب النجاح. سعيدة جدا إنه أنا أكون معاكم الليلة، وإنه تستفتحوا بي إذا ممكن نقول الموسم الثاني، أو يعني العودة بعد غياب في برنامج ونس على دروب النجاح. زي ما ذكرت أنا نعمة الفاتحي حامر، وحاليا بشتغل كإيكونوميست، مسؤولة الشؤون الاقتصادية في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في جنيف بسويسرا، لي هنا زي 2.5 سنين. وقبل كده كنت موجودة في السودان، في اشتغلت في جامعة الخرطوم لفترة طويلة جدا، ما طويلة جدا لكن طويلة إلى حد ما، يعني بعد التخرج مباشرة اشتغلت مساعد تدريس في جامعة الخرطوم مدرسة العلوم الإدارية، وبعدين سافرت اليابان عملت البي اتش دي ورجعت تاني اشتغلت 2 سنين كذلك في جامعة الخرطوم مدرسة العلوم الإدارية كأستاذ مساعد، وبعدين جيت هنا في جنيف. أخش طوالي أحكي عن دراستي أنا رحيت نخص الموضوع كله عظيم في دقيقة، نعمة والراحة. السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام ورحمة الله يا دكتور. أنا لخصت الخبرة العملية بس. لا اسمعي، أنت كده خطيتي الثيم بتاع البرنامج اللي حنتكلم عن شنو يعني، أنت خطيتي النقاط، خطيتي الخطوط العريضة زي ما بقوله. لكن أحب أول حاجة أرحب معانا الأخ أنور ضفع الله، دكتور أستاذ هيثم الكاشف، حبيبنا الباشمهندس أحمد داود، وحبيبنا المغترب دكتور رازي إسماعيل. طيب يا دكتورة، نحن دايرين نعرف الميلاد والنشأة. طيب أنا من مواليد فبراير 1991، اتولدت في أم درمان، والوالد هو أساساً من الحصحيصة، والوالدة يعني اتولدت وعاشت حياتها كلها في أم درمان فنعتبرها أم درمانية. درست المرحلة الابتدائية في المدارس، في الوقت ذاك كان اسمها مدارس عمر الفاروق الخاصة، وبعدين اتغير اسمها أصبحت مدارس المهندسين الخاصة، ودرست برضو الثانوي في أم درمان في مدرسة أم درمان النموذجية، وبعدين قطعت الكوبري بس للجامعة في الخرطوم، درست في جامعة الخرطوم. وتقريبا عشت حياتي كلها في السودان وفي أم درمان تحديدا.
ما بين العارضة والمهندسين. في البداية كنا ساكنين في العارضة، العارضة شمال جنب استاد الهلال، واحنا هلالاب كلنا، حتى لو ما عندنا الرغبة نكون هلالاب، الوالد بيجبرنا ان احنا نكون هلالاب. وبعدين انتقلنا للمهندسين، وتربيت يعني في ما بين العارضة والمهندسين، وبعد الزيارات للحصحيصة كمان اللي هو مسقط رأس الوالد. نعم. طيب انت اسمع، انت جيتينا في زي ما بيقولوا ناس الكشتين جيتينا في بونا الحصحيصه. يعني الحصحيصه طبعا دي من المدن الجميله جدا، يعني في مدينتين كبيرات جدا في مشروع الجزيره اللي هو غير مدني العاصمه، طبعا في مدينه المناكل ومدينه الحصحيصه. مدينه الحصحيصه كانت رمز يعني من رموز مشروع الجزيره يعني، فمجرد ما المشروع انهارت المدينه تماما يعني، فالمدينه يعني اصبحت يعني زول شاف مدينه الحصحيصه قبل حكومه البشير وشاف الان يعني بيستغرب انه كيف انه في بلد بتمشي بسرعه الصاروخ لورا يعني. يعني وده يعني انا ما بعرف، لكن لما بشوف الخبرات السودانيه المهاجره البره والشباب اللي بيحاول انه يطمح نحو الحريه وكده، زي اللي احنا عندنا مكنه، المكنه دي فيها تروس في النص وتروس تحت وتروس فوق، ما في حلقه رابطه بين الثلاثه تروس دي، عشان كده احنا بنلقى الحلقه الفوق اللي هي مثلا اذا اصح التعبير اللي هي الحكومه او الحكومات بتكون لافه في بعض بس فقط يعني، ما في علاقه بينه وبين الحته اللي في النص، وما في حته في النص اللي تحت. طيب ده بخلينا نقول شنو، نقول انه ده دور الشباب الان، ده دورنا دكتوره نعمه ودكتور ايوه دكتور انور وهيثم واحمد ودكتور رازي، انه المهمه بتاعتكم انتم تربطوا ال 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 اللي هي التروس دي مع الثلاثه، على اساس انه الدوله كلها تشتغل مع بعض. ده برجعني لسؤال مهم جدا جدا، ليه اخترتي الاقتصاد يا دكتورة؟ والله أول حاجة أنا عاوز أعلق على الكلام اللي أنت قلته ده، لأنه أنا أهالي اللي بيسمعوا فيك حيزعلوا جدا لو سمعوا كلامك حول إنه هي راجعة لورا الحصحيصة، وإنه هو أنا طبعا ما عارفة هي كانت كيف قبل عهد البشير، لأنه أنا اتولدت في عهد البشير وشفتها في عهده، لكن هي لسه جميلة بناسها وهادئة جدا، والناس يعني زي كل ال يعني الحتت اللي برخرتهم تقريبا الناس مترابطين، والناس كلهم أهل والناس كلهم بيعرفوا بعض. فعشان كده الناس لو عايزة تزعل ازعلوا من ياسين، أنا ما عندي علاقة بالكلام اللي هو قاله ده. طيب بالنسبة للجزئية بتاعت ليه اخترت الاقتصاد، طبعا أنا عموما أنا ما درست اقتصاد، أنا درست علوم إدارية، مدرسة العلوم الإدارية. هو عادة برا السودان في العادة، ما كل الجامعات بتكون هي العلوم الإدارية أو إدارة الأعمال هي قسم داخل كلية الاقتصاد، لكن في الحالة بتاعت جامعة الخرطوم هي كانت أو في عن الخرطوم في 1989 انفصلت تقريبا وأصبحت كلية قائمة بذاتها. السؤال ده أنا لو هجاوب عليه بقصة طويلة، لأنه أنا ما اخترت الاقتصاد. أنا لما امتحنت شهادة من مدرسة أم درمان النموذجية، في الوقت ذاك أنا أصلا ما كان عندي أي رغبة، ما كنت بمتلك المعلومة اللي بتساعدني إنه أنا أختار كلية بعينها. وعشان كده أسي حاليا أنا واحدة من اهتماماتي، وبرضه ده شغل بنعمله عن طريق مجموعة الباحثين، وأحمد عمل فيه شغل ممتاز، وهو حتى بيقترح أحمد إنه نبدأ نشتغل للناس مما هم في يعني قبل ما يمتحنوا، حتى لأنه إحنا أنشطتنا اللي بنقوم بها إنه نحن بعد ما هم يمتحنوا وتظهر النتيجة بنجي نعمل لهم ويبينارات عن التخصصات الجامعية. واحدة من الأسباب المخلياني أكون مهتمة إنه أنا أشتغل في الحاجة دي، إنه أنا لما امتحنت شهادة ما كان عندي أي معلومة حول إنه أنا عاوز أدرس شنو، ولا أصلا هو بيدرس شنو، ولا الجامعة دي فيها شنو، لدرجة إنه أخذتها كنت شايلة أحياء وحاسوب الاثنين، يعني عشان الأحياء تدخلني الكليات بتاعت الأحياء والحاسوب تدخلني الهندسات والكليات بتاعت الهندسة وكده، أو الكليات مثلا العلوم الرياضية والحاجات من النوع ده. كان عندي هدف محدد، أنا عاوز أدخل جامعة الخرطوم. حأدرس شنو في جامعة الخرطوم أنا ما عارفة، لكن مرتبطة بما أنا صغيرة بجامعة الخرطوم، أنا إخواني كلهم درسوا فيها تقريبا إلا واحد في إخواني، الوالدة برضو خريجة جامعة الخرطوم، فمما أنا صغيرة عندي الإحساس يعني القوي تجاه الجامعة، يعني very attached ليها. فكنت عارفة إنه أنا عاوز أدرس فيها، فلما ظهرت النتيجة كانت شوية بالنسبة لي نتيجة محبطة، يعني أنا توقعت إنه يا أتزاع يا أجيب كم وتسعين، فالاثنين ما حصلوا. وانا كنت شايله حاسوب عشان يرفع لي نسبتي، فالحصل حاجه غريبه جدا انه نسبتي بالاحياء كانت احسن من نسبتي بالحاسوب، يعني شايله الحاسوب يصلح الموضوع فبوظ الموضوع. فجبت 88.6 من 10 بالاحياء و88.1 بالحاسوب.
وهنا بدأت الرحلة بتاعت أنا أدرس شنو. وبصراحة أنا يعني بعتبر بس إنه ربنا وفقني في الآخر، الحاجة اللي أنا اخترتها نفعت معاي ومشيت فيها كويس، لكن أنا فعلياً دخلت الجامعة بالاستبعاد، يعني كلية اللي أنا ما عايزة. والفضل شنو؟ هو تقريباً ده اللي حصل، لأنه برضو ما كان عندي المعلومات الكفاية، وما كان عندي ما كان في منصات مثلاً بتوفر المعلومات دي وبتاخد معلوماتك من ناس البيت والأصحاب والجيران وكده، فهو ده اللي حصل. استبعدت كلية الهندسة، كنت بدخل جامعة خرطوم تقريباً معمار ومدنية، استبعدتهم لأنه سيمبلي أخوي الكبير قال لي هندسة دي ما بتنفع معك. لحد اللحظة دي أنا ما عارفة هو ليه قرر هذه، لكن يعني بناء على انه هو شايف انا يعني وات انترست مي والحاجات اللي انا المواد اللي بحبها وكده، فده اللي حصل. وغير تعليقه انا برضو ما كنت حاسه انه دي الحاجه اللي انا عاوز ادرسها، يعني بعد ما سالتهم بيدرسوا شنو بيشتغلوا شنو وكذا. في جامعه الخرطوم في كليات الاحياء كنت بدخل مختبرات طبيه، وانا اخترت انه برضو دي ما بتنفع معي. ففي الاخر سالته، وكان عندي بنت خالتي بتدرس في علوم اداريه، والوالده كانت بتشجعني برضو امشي على الكليات بتاعت العلوم الاجتماعيه. الناس بيقولوا لها كليات الادبيه، لكن انا شايفه انه يفترض تعاد التسميه لعلوم طبيعيه وعلوم اجتماعيه. ففي كليات علوم اجتماعيه كنت بدخل قانون وبدخل اقتصاد وبدخل علوم اداريه. اداب في سنتنا كان لازم تكون شايل ادبي حتى تدخل اداب. فلما فضلوا الثلاثة ديلة مفاضلات وبيدرسوا شنو بيشتغلوا شنو، فاخترت العلوم الإدارية. الحمد لله إنه بعد ما اخترتها ودخلت الكلية وجدت إنه فعلا مناسبة معي. كنت معجبة جدا بالدراسة اللي إحنا بندرسها، وده بعتبره حظ وتوفيق من ربنا، لأنه ممكن كان يحصل العكس تماما، وممكن يكون ده حصل لناس كتار جدا. وأنا ماشية في السكة بتاعة العلوم طيب الإدارية. معلش خليني أوقفك هنا قبل ما أنا. طيب يا دكتورة، لو توفرت المعلومة، توفرت لك كل المعلومة زي ما أسعي متوفرة، كنت حتختاري الاقتصاد، ولا كنت أقصد العلوم الإدارية والكلية اللي درستيها في جامعة خرطوم، ولا حتختاري حاجة ثانية؟ كنت هختار كلية الاقتصاد والدراسات الاجتماعية، اللي هي نحن تقريبا يعني ما مشيت بعيد منها. أنا في العلوم الإدارية بندرس كورسات بتاعة اقتصاد، بندرس اقتصاد كلي، اقتصاد جزئي، اقتصاد إداري، وبندرس مواد كتيرة يعني البيس بتاعها هو اقتصاد. فدي النقطة أنا كنت هقولها، إنه أنا أثناء دراستي للعلوم الإدارية كنت موادي المفضلة هي مواد الاقتصاد، تخصصات الاقتصاد، بالإضافة للحاجات الكوانتيتيف الإحصاء، وكان عندنا مادة اسمها كوانتيتيف ميثودز فور بزنس ديسيجنز، طرق الكمية لاتخاذ القرارات الإدارية، بحوث العمليات وكذا. فلما تخرجت كان واضح بالنسبة لي إنه وانا كنت عارف اني هشتغل في الجامعه، لانه مما انا طفله عاوزه اشتغل استاذه، فكان واضح انه انا همشي في السكه دي، انه انا هدرس المواد دي وهتخصص في المواد دي. فيس كنت امشي لكليه شبيهه او مجاوره، لكن ما هغير التخصص تماما بالنسبه بتاعت 100%. نعم طيب، ده كلام جميل جدا جدا. يعني نحن طبعا في لحد الان عندنا الناس بتتعامل بالسمع يعني، او بتاخذ يعني ما 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 بتاخذ يعني ما بتتعامل بالحقائق، او ما بتتعامل بالساينتفك ميثود يعني. فمثلا زول يعني انا اتذكر لقيت واحد ولد خالي دخل اقتصاد، وشكله الموضوع ده مياكل معه جنبه، يعني انه اقتصاد ده شنو دي كل شنو بيتقراه وكده. فقمت سالته، قلت له اخي انت خشيت شنو؟ قام قال لي دخلت اقتصاد. قلت له انت حاب الاقتصاد؟ قال لي حابه جدا. قلت له دي اجمل دراسه. فيتبسط جدا، ويعني حس انه قال لي اخي انت اول مره زول يقول لي كلام زي ده. فاسع انا رسالتي بوجهها لكل الناس اللي بيحضرونا في اللايف ده، يا جماعه ما في علم كعب، تمام؟ في بس عدم رغبتك، يعني تمشي الرغبه الغلط، هي دي المشكله. يعني ممكن نلقى زول، يعني مثلا احنا عندنا في السودان مثلا الحاجه اللي نايق لك يا اخي الدراسه طب ولا بلاش، تمام؟ بتلقى في اطباء فاشلين جدا جدا، ما معناه انك انت طبيب معناه انت خلاص زول واو او زول مميز او كده، والعكس صحيح. يعني تلقى زول مثلا يتخرج محاسبه، يتخرج اقتصاد، يتخرج من كليات العلوم الانسانيه وكليه التربيه، بتلقاه مبدع مبدع بصوره ومشى. وحنشوف يعني بعد شوية، وحنشوف مع دكتورة بس مختلفة. تعقيبا على كلامك ده، في نقطة مهمة عايزة أقولها. طبعا يعني أنا لما دخلت علوم إدارية في ناس كانت تعليقاتهم إنه ليه أنت ما كنت شاطرة،
باعتبار انه دي كليه ما بيدخلوها الناس الشطار او كده يعني. والكلام ده سمعته حتى من اساتذه يعني، اساتذتي مثلا في المدرسه او كده. فده بس ببساطه شديده، لانه يعني الاستريوتايبين والقولبه الموجوده في المجتمع باعتبار انه الوظائف هي يعني طب وهندسه، ودي حاجه متوارثه جايه من ما بعد الاستعمار وفكره المجتمع يتكون كيف وكده. فالحاجه دي مؤخرا بدات تقل، لكن لسه لا زالت موجوده، ولسه في النظره اللي هي دونيه ممكن نقول للعلوم الاجتماعيه بصوره عامه. نحن برضو من خلال مجموعه الباحثين السودانيين، ومن خلال شرحنا للتخصصات الجامعيه، ومن خلال انتم برضو الناس اللي بتستضيفوهم هنا في البرنامج ده، بنحاول نعكس للناس الصوره الحقيقيه. بعدين الحاجه المعرف انها ناس، انه العالم ده اصلا ماسكينه ناس العلوم الاجتماعيه، ناس القانون، ناس الاقتصاد، ناس العلوم الاداريه، وناس اللغات والاداب. فممكن تكون، انا ما بقلل من شان الكليات الثانيه، لكن يعني خارج السودان بتتفاجأ بانه بالعكس النظره يعني عظيمه جدا للكليات دي. يعني انا مثلا في اليابان لما كانوا يسالوني بتجري وين، فبقول كيزاي، اللي هي كيزاي دي اقتصاد بالياباني، فبكون اليابانيين انه احساس واو انه اميزنج. فممكن يكون دي مجامله منهم، لكن ات ذا سيم تايم برضه في تقييم لكل التخصصات، تقييم لكل الكليات. وبرضه من ناحية اقتصادية بحتة، الناس عموما في مبدأ التخصص وتقسيم العمل، يعني ما كلنا مفروض نعمل نفس الحاجة، لازم أي شخص يشوف هو أحسن في شنو ويقوم بالدور اللي هو أحسن فيه ده. وبالتالي لما كلنا نكتشف نحن أحسن في شنو من بدري، هيكون أحسن لنا وأحسن للمجتمع وأحسن للبلد ذات نفسها على المستوى الكلي يعني. فإن شاء الله نقدر نشتغل على المسألة بتاعت نغير نظرة الناس للعلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية. طيب يا دكتوره، قبل ما نخش لك في عمقي في الموضوع بتاع او في الجامعه، سنوات الجامعه، ودائما طبعا سنوات الجامعه بتكون ثره ومليئه بكل الاحتفاءات والاحتفالات، المدارس كانت كيف؟ يعني مثلا الاساتذه عالقين بذهنك، اساتذه كان لهم الفضل في انه تكوني دكتوره نعمه يعني؟ انا بعتبر إنه المدرسة والمدرسة الابتدائية تحديداً هي اللي شكلتني، وهي اللي خلتني أقرر توجهاتي في الحياة بصورة أكبر من المدرسة الثانوية وبصورة أكبر من الجامعة. أنا درست في مدرسة بعتبر إنها كانت عظيمة جداً، والأساتذة اللي كانوا موجودين فيها برضو كانوا عظماء ولسه عالقين في ذهني أكتر حتى من المدرسة الثانوية مثلاً. بس عاوزة أحكي قصة المدرسة في البداية، لأنه هي مدرسة شوية نظام غريب. أنا درست في مدرسة كان اسمها عمر الفاروق الخاصة. المدرسة دي كان عندها نظام غريب جدا، هي بندرس سنتين في سنة، يعني بندرس مثلا سنة أولى 6 شهور، بنأجز 20 يوم وبننزل تانية وهكذا. ففي البداية كان نظام شوية ضاغط، يعني أنا في سنتين تقريبا كنت وصلت رابعة ابتدائي، وبعد ذاك النظام ده وقف، والإدارة بتاعت المدرسة تغيرت، ورجعنا للنظام العادي اللي هو يعني تدرس سنة كاملة 9 شهور وبعدين بتأجز 3 أو 4 شهور. فمن البداية كانت فكرة إنه أنا أضغط وأنا صغيرة في عمر صغير، أعتقد عندها تأثير كبير على أي حاجة عملتها بعد ذاك في الحياة. أنا أصلاً دخلت صغيرة يعني 5 سنين، وبعدين اختصرتها زي سنتين تاني، فده شيء خلاني أكون أصغر من دفعتي دائماً بسنتين ل3 سنين في كل المراحل. فالضغط من البداية والسيستم المختلف بتاع المدرسة والنشاطات اللي كانت موجودة فيها في السنتين الأوائل قبل ما تتحول للمهندسين الخاصة وتقيف، كان فيها مثلاً أنشطة بتاعت كاراتيه، كان بيدرسون ياباني، يعني الحروف حاجات بسيطة. كانت المدرسة برضو ماشية على النظام الياباني في حاجات كثيرة، فكانت مختلفة في الوقت ذاك جدا عن كل المدارس، حتى عن المدارس الخاصة. بعد ما رجع النظام عادي، والحمد لله انه رجع عادي، لانه يعني كان الواحد هيخش الجامعة عمره 10 سنين ولا 11 سنة، ما كان ابدا في داعي لحاجة زي كده. لما رجعت عادي، من الاساتذة العالقين في ذهني جدا استاذ فتح نورين، هو كان استاذ العلوم والرياضيات، وكان مدير المدرسة بعد ذاك بيجا لما احنا كنا في تامنا. أستاذ فتحي ده إنسان عظيم جداً، إنسان شاطر جداً وظريف وطيب وحيوي وبكاوينا وبيلعب معانا وبيهزر معانا وبيشرح لنا كويس وما بعاقبنا. فيعني محاضرته وحصته الجو فيها بكون مريح جداً، يعني ممكن تعمل اللي أنت عايزه، وقدر إنه يعمل الوزنة اللي أنا لحدي لما اشتغلت في الجامعة لحدي ما سبت الجامعة ما قدرت أعملها، الوزنة بتاعت إنك تكون ظريف مع الناس لكن قادر انك تفرض هيبتك برضو وتخليهم انهم يحترموك. دي حاجه صعبه جدا يعني. فهو كان قادر انه هو يعملها،
وقادر انه هو يخليني احبه جدا. وانا كل ما امشي السودان بكون عاوزه ازوره، لكن ما تسهلت لي بتاتا. وبقدر اقول انه هو واحده من الاسباب اللي خلتني من انا طفله اكون، وانا لما نكبر انا عايزه اشتغل استاذه. برضو بتذكر استاذ خليل، استاذ العربي، استاذه سلافه كانت استاذه التاريخ لما كنا في رابعه او خامسه تقريبا، برضو كانت نفس الشيء، حاجه بتجمع بين اللطف والشطاره وفي نفس الوقت بتفرض احترامها عليك والهيبه. فكان الجو حلو جدا في المدرسه الابتدائيه، وكان الاساتذه كلهم ممتازين حتى ما ذكرت اسمائهم. ولكن الثلاثه تحديدا انا بعتبر انه خلوا بصمه يعني واضحه علي في مسيرتي لقدام، وخلوني وانا صغير وعمري 7 سنين معلقه سبوره في الحيطه وبدرس في الهواء وبتخيل انه هذا لما اكبر حكون استاذه. يا سلام. طبعا نحيي كل الاساتذه وكل المعلمين في السودان وفي كل العالم يعني، وبحيي بالخصوص استاذ فتحي نورين واستاذ خليل واستاذ سلافه. يعني جميع اصلا في مقوله يعني دائما بيقولها لنا ونحن بعد ذلك بنقولها، ما ممكن الاستاذ يجي لو الطالب ما جاء. بمعنى شنو؟ بمعنى انه لو ما كان الطالب ده حاضر وجاي انه يحضر يعني متفتق الذهن انه ياخذ معلومه جديده وكذا، الاستاذ ما حيبدع مهما كانت الخبره ومهما كان النفوذ والعقليه بتاعت الاستاذ يعني. يعني بالتالي الموضوع بيبدا من الطالب. عشان كذا في النظريات الحديثه بتاعت التعليم وكذا في حاجه اسمها الفليب كلاس، اللي هو انه الطلبه يدرسوا نفسهم لكن الاستاذ يكون لهم زي الكوتش يعني، بس ما يكون الدور بتاعه كبير جدا يعني. فتحيه اليوم يعني، تحيه اليوم ولكل الاساتذه في السودان. طيب، مدرسه الفاروق الخاصه والنظام بتاع الغريب ده اول مره طبعا اسمع به، ولكن فعلا دي حاجه صعبه جدا. بعد ذاك بننتقل لام درمان النموذجيه. ام درمان النموذجيه كانت نقله بالنسبه لي كبيره جدا. انا ما بعتبر انه عندها تاثير بوزيتيف علي، بل بالعكس، لانه البيئة كانت مختلفة وكانت صعبة. النظام شوية كان باعتبار المدرسة النموذجية اللي هي اللي بيدخلوها البنات على زماننا، ما عارفة كانوا جايبين فوق 269 حاجة زي كده، فديلا شطار المتوقعين إنه يتزاعوا في امتحان الشهادة ويتزاع منهم ناس كتار. فمن ديوان بيكون التأهيل لك على سنك أنت برودكت كده، وعاوزين إنه يستفيدوا منك. فده نظام أنا ما نفع معي بتاتا، وكان ضاغط شديد بالنسبة لي نفسيا. وهنا في الثانوي بدأت تظهر مشكلة فرق العمر، إنه أنا أكون مثلاً في أولى ثانوي عمري 10 سنين في نفس الفصل مع ناس عمرهم 13 و14 وكده، فبرضو كان صعبة من الناحية دي. فتقبلي عموماً للمدرسة ما كان positive، والجو بتاع المنافسة المحتدمة والاهتمام بالدرجات أكثر من أي حاجة، رغم إنه الأساتذة كانوا كويسين وكانوا شطار وكانوا برضو يعني زراف، وتعاملهم معانا طالما إنه إحنا بنعمل حاجة غلط تعاملهم معانا كويس، لكن الجو كان ما مناسب بالنسبة لي. ولدرجة إنه أنا ما عندي ذكريات كثيرة عن الثانوي، لكن أنا بعزي السبب الرئيسي والأساسي للحاجة دي لعمري في الوقت ذاك. عمري أثر على تعاملي مع الناس وأثر حتى على استيعابي أحيانا، يعني حتى مستواي يعني يدهور كثير مقارنة بالابتدائي، لأنه في حاجات كانت بالنسبة لي ما مفهومة، أو حاجات قدر ما أحاول إنه أنا يعني مستواي أو عمري ما سامح لي إنه أنا أفهم حاجات أكبر مني للدرجة دي. فذكرياتي عنها عموما ما كويسة شديد، لكن في الآخر برضو أكيد علمت منها، وأكيد عرفت منها ناس صديقات يعني واصلوا معي حتى الجامعة وحتى الآن. ومما أخذي على المدرسة برضو إنه المدرسة دي ما كان فيها أو ما بتشجع إنه الطلاب يمشوا للفصل الأدبي، فدائما بيكون في تأهيل من البداية، إنه الناس تمشي أحياء يا علوم هندسية حتى حاسوب. كان يعني في نظرة لها كده إنه ديلا زايغين من هندسية دارين يمشوا حاسوب. فكانت الحالة دي يمكن يكون الناس أو في ناس درسوا معينة في المدرسة عندهم يعني نظرة وردية تجاهها، لكن أنا بس يمكن فرق العمر مع الاختلاف البيئة من المدرسة أنا كنت فيها للمدرسة دي خلى شوية الموضوع صعب علي. ف ف
فكان شوية كان شوية ضاغط يعني، لكن في الآخر تبقى الذكريات. نعم. طيب يا جماعة نحييكم جميعا ونحيي دكتورة نعمة الفاتحي حامر، ويعني برنامج ونس على دروب النجاح بحيي كل الناس اللي معانا في الفيسبوك وبتابعونا، يعني كلام جميل لك يا دكتورة. وفي واحدة طبعا زميلتك قالت اسمها آيات سالم، درست أم درمان النموذجية، وأستاذنا حبيبنا الدكتور طارق مالك وباشمهندس مصطفى، وما شاء الله يعني الفيسبوك، يعني أنت ما شايفة اللي، لكن أنا شايفة أيوة. الرسائل. شكرا لكم كلكم. نعم، يديك العافية، والناس مبسوطين يعني من البرنامج يعني. طيب الهدف يا جماعة الأصيل من البرنامج ده للناس اللي ما تابعوه قبل كده تحفيز. نحن بنجيب ناس، دكتورة نعمة، وجبنا قبل كده دكتور أنور دفع الله، وأستاذ هيثم الكاشف، بروف علام، بروف معز عمر بخيت، أستاذة جدية، دكتورة تناظر الحسن، بروف نمر، بروف عبد الرحمن، يعني كوكبة. نحن تقريبا عملنا أكثر من قريب استضيفنا 60 شخصية سودانية، 60 أنا بعتبرهم علماء يعني بلا منازع، وإضافة لدكتورة نعمة الليلة. يعني الناس ديل صراحة يعني ناس مفروض نحن يعني نهتدي بعلومهم ونقتدي بهم، لانه الناس ديل يعني تعبوا. ما تشوف انه والله الكلمه بتاع الدكتوره وبروف والحاجه دي ما سهله، الناس ديل عانوا معانا ما عادي. يعني شوفوا دكتور نعمه دي لحد ما دخلت جامعه الخرطوم، عايزه بس تخش جامعه الخرطوم، بس لان يعني الموضوع بتاع جامعه الخرطوم دي كلنا يعني عشنا على آمال إنه الواحد يدخل جامعة الخرطوم، وإنه الواحد يجي جامعة الخرطوم ويشوف المنظر الجميل بتاع النخلتين، يعني البناء القديم بتاع جامعة الخرطوم كان يعني بيتمنى 200 يجي داخل جامعة الخرطوم. لكن وراء الجدران ما وراء الجدران يعني. فالناس دي عانوا وتعبوا وغربة. بعد شوية طبعا حنزل الدكتورة عن تجربتها في اليابان، وبعد شوية النقلة من اليابان لسويسرا، ومش كده وبس، النقلة من السودان لليابان يعني. تمام، فكل احنا المحطات ان شاء الله حنجي مارين عليها بكل هدوء مع دكتورتنا الرائعة وسردها الجميل. طيب يا دكتورة، سنة ثالثة ثانوي عالي، هي الفيصل بين أكون أو لا أكون؟ سنة ثالثة هي أنا تقريبا بديت بيها مرحلة التخبط العنيف، مرحلة أنا عاوز أدرس شنو، ومرحلة أنا ما عندي المعلومة وأنا ما عارفة. فهي دي كان السبب الرئيسي والأساسي اللي خلاني أنا أخذ أحياء وأخذ حاسوب واجتهد فيهم الاثنين على أساس إنه نحدد بعد ما نتخرج. الفترة دي في المدرسة كانت ضاغطة جدا، باعتبار إنه دي يعني هي الفيصل، وفعلا أكون أو لا أكون، وبكون فيها امتحانات بصورة شهرية، والامتحان التجريبي والامتحان نص التجريبي ونص الشهر، يعني امتحانات على طول. فكانت فترة صعبة جدا، وكان الحاجة الكويسة إنه عموما أنا من أسرة هم داعمين، بيكونوا على طول الخط، وما عندنا عموما القصص بتاعت قوم اقرأ وانت ممتهن شهادة، يعني ما بحاولوا يحسسوك إنه الموضوع خطير بحيث إنه تتنشن. فدي حاجة أنا يعني ممتنة فيها جدا للوالد والوالدة، وإنه هم ما كان، أو أنا في حقيقة الأمر ما احتجت إني أقول لكم أجري، لأنه عادة بكون بقرأ، لكن برضو ما بكون في الضغط وإنه يحسسوك إنه لازم تجيب فوق كده، وإنه لو ما عملت كده أنت حتكون فاشل. فالحياة دي خلت إنه الجو الضاغط في المدرسة يتعوض بجو أهدى شوية في البيت، ويكون في وزن كده يخلي زول يقدر إنه يعني تدويت أصلا. لا سيما إنه أنا كنت في عمر صغير جدا، أنا كان الامتحان الشهادة كان عمري 14 سنة تقريبا، أو لما بدأت ثالثة ثانوي ما كنت أصلا تميت 14. فللسبب ده برضو كان الجو في البيت شوية مهيئ لي بإحساس إنه ما مشكلة، اللي حصل حصل، ما تخافي كده. وأنا خوافة جدا، أنا خليت البكا أيام الامتحانات لحد آخر امتحان اللي هو امتحان الدكتورة. لكن في الآخر يعني الحمد لله زي ما قلت لك، النتيجة ما كانت بالنسبة لي الوقت ذاك كويسة، 8.6 من 10، كانت دون توقعاتي ودون طموحاتي، لكن بعتبر أنا في اللحظة دي إنها أحسن حاجة حصلت لي، لأنه لو كنت جبت أعلى من كده، ولو كنت فعلا نزعت، كنت بضغط المجتمع حتوجه في الاتجاهات بتاعت كليات الشطار حسب فهم المجتمع، اللي هي هندسة مثلا، ما عارفة، كهرباء اللي هي بتدخلها كل الناس، أو أنا عموما ما كنت حدرس طب لأنه ما رغبتي، لكن مثلا الكلية صيدلة أو كذا.
ما عندي أي تحفظ على الكليات دي، والناس اللي بيدخلوها ناس ممتازين وناجحين وكليات جميلة جدا، لكن بس ما أنا. أنا لقيت نفسي فعلا لما دخلت العلوم الإدارية، وهنا بعتبر برضو أنا كنت محظوظة زي ما قلت لك في البداية، ودي حاجة بتخليني أقول للناس إنه you never know، حقيقة الزول ما بيعرف حيحصل شنو. وجملة كله لخير دي فعليا حقيقية، بس المشكلة في وقتها انت ما بتصدق. يعني اللحظة بتذكر لحد هسي لما اخوي شاف النتيجة وضرب لي وقال لي 88.6، انا كنت حاسة انه احلامي انهارت، لانه كنت متوقعة، انا ما قصدي 88.6 هي يعني نتيجة سيئة، لكن انا كنت متوقعة اتليست 93 مثلا. ففي اللحظة دي كنت معتبرة دي نهاية العالم، مع عامل الثغرة والضغط الحاصل. وفي اللحظة دي أنا بقول بكل ثقة إنه دي أحسن حاجة حصلت لي في الحياة، لأنها كانت السبب في إنه أنا أمشي وأختار كلية ما كانت ممكن تكون في بالي لو ما جبت النسبة دي. كلام يعني كلام جميل جدا جدا يعني. وطبعا في 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 معلومه زمان يعني، انا شخصيا من الناس اللي دخلت المدرسه صغير برضه، وعانيت من الحاجه دي يعني، تنمر وكانوا يقعدونا في الواطه باعتبار انك انت مستمع لسه، ما طالب رسمي وكده يعني. في معلومه غلط يا جماعه، نحن بنقول انه احسن طالب يدخلوه المدرسه هو صغير. الكلام ده بالمناسبه غلط غلط علميا، اثبت انه ما صحيح يعني، لانه انت بتتربى فيك حاجات بتاعت اسوء حاجه اللي هي الخوف، وبعدين لو حصل لك اي يعني مشكله انت بتنهار سريع جدا جدا، وممكن الانهيار ده يعني يبقى لك خلاص، يبقى لك عقده ما تتحلى، بالذات في بيئه زي بيئتنا بتاعت السودان وكده يعني، طوال يعني. انت لو بتخاف من الظلام انت ما راجل، لو ما شنو طوال يعني بيدوك الكلام الغازي يعني، ما بشوف انه والله يعالجوا المشكله دي شنو، بالذات يعني في مدارسنا يعني. احنا انا بتكلم لك عن مدرسه في الاغاليم، وفي الاغاليم في الضواحي يعني، في حاجه صعبه جدا جدا، فما بالك انه في مدرسه في الخرطوم، ومدرسه نموذجيه يعني. طيب دخلت الجامعة، وأصلاً بس أنت كان أهمك تدخل الجامعة، بس الأسبوع الأول كان كيف؟ دخلت الجامعة، رازي ذكر لي إنه أنا ما بذكر في تواريخ فهأذكر التواريخ. دخلت الجامعة 2005. الأسبوع الأول في الجامعة كان غريب، لأنه يعني ما عندنا إحنا أي فكرة كده عن الجامعة دي، هي شنو بيحصل فيها شنو، وبجيبوك كده وبيفكوك عكس الهواء، يعني بكون إحساس خلاص أنت كبرت بعد ده أعرف براك المفروض تعمل شنو. فبتذكر لحد هسه أول محاضرة تقريبا كانت محاضرة محاسبة، والأستاذ أول ما دخل دكتور نادر النور، أول ما دخل طوالي دخل في الموضوع يعني، فإحنا كنا نحسس بشنو، خلاص بدينا الجامعة بدت. فكان كان كان اختلاف كبير طبعا، أي زول مرة بالحاجة دي إنه من المدرسة للجامعة، لكن برضو كان إحساس ظريف يعني. دائما الزول بيكون عنده إحساس إنه خلاص كبرنا ومشينا الجامعة وبعد خلاص وكده. فيعني ما عندي ذكريات كده حاليا واضحة عن اللي كان حاصل، لكن يا هو نفس الطريقة اللي ممكن يكون فيه مش فيه أي زول في أيامه الأولى في الجامعة، يحاول يتعرف على الناس، يحاول يعرف الحاصل شنو. وتبرلمنا طبعا كثير جدا 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 من سنايرنا، وكانت بداية لحاجة جميلة جدا في الحياة. طيب الـ يعني الـ كنت بتمشي الجامعة بالمواصلات صح؟ ولا طبعا كنت في جيبا عامل انه انا كنت معتبره طفله في بيتنا، كانوا بيوصلوني، كان الوالد الله يديه الصحه والعافيه، او بطلع مع اخوي الصباح وابوي بيجي يسوقني في اي وقت. المحاضره عنده جدول، المحاضره انتهت اثنين هم قدام الباب. يعني ما عانيتي بالمواصلات، المشاكل بتاعت المواصلات ولا الزحمة؟ في السنين اللي قدام شويه يعني، اولى وثانيه دي كان لسه بعملونين ولا لسه البنت صغيره ما في كاميرا، لكن بعد ذاك في السنين الاخيره ايوه يعني خلاص الزول كان عرف الدريب وعرف المواصلات دي وين. والحاجه الغريبه انه انا كان عندي اختي بتدرس في نفس الجامعه في علوم رياضيه، مروه اختي في علوم حاسوب، فهي كانت في خامسه وانا كنت في اولى، فابوي كان بيجي يسوقني انا وهي بتكون جايه بالمواصلات بعدنا ب3 ساعات عادي يعني. ده ما فيه ديسكريميناشن، والله هي كانت مبسوطة تحية لي أصلا ما مرة قدرت طبعا. ترجع معانا. كانت مبسوطة وما قدرت ترجع معانا، وشايفة إنه هي زوالة كبيرة يعني، بنتكم الصغيرة دي تعالوا سوقوها أنا خلوني. اوكي، زولة مستغلة يعني. طيب أيوه بديت تثبتي اقدامك في الجامعة وكده، الخلاك شنو انك انت
طوال يعني تثبت اقدامك وتعرف انه والله خلاص انا يعني انا مفروض خلاص اتخرج من الجامعه واخذ الشهاده وامشي لقدام، يعني شنو اللي ثبتك يعني؟ انا مما انا طفله زي ما ذكرت انا كنت عاوزه اشتغل استاذه في... أو اشتغل استاذه استاذه ماده شنو وين مدرسه جامعه دي ما كانت محدده يعني لحد ما انا دخلت الجامعه. فده كان حلم بالنسبه لي، انا بحب التدريس جدا واسي مفتقداه جدا، وكنت عارفه انه انا عاوزه اشتغل استاذه وفي الجامعه بقيت حاسه انه طب استاذه في الجامعه يبدو انه يعني الموضوع بقى ماشي في الاتجاه دي، وكان واضح بالنسبه لي انه انا عشان احقق هدفي بتاع انه انا اشتغل استاذه في الجامعه لازم اكون زولا يعني بجيب درجات كويسه، نتائجي دائما كويسه عشان اقدر اللي قدام انه انا اتعين استاذه في الجامعه. وده كان واحده من الدوافع الرئيسيه والاساسيه بالنسبه لي انه انا اجتهد في الدراسه، وزي ما قلت انه انا اثبت اقدامي واحاول انه ابني شخصيتي برضه واتعرف على ناس مثلا كنت عارف في المحيط بتاعنا في الكليه، واكون عارفه مثلا وانا قاعده في المحاضره انه الماده دي انا ممكن ادرسها، لا الماده دي ما شكلها عارفه ادرسها كويس، انا احسن في الحاجه دي. عشان كده قلت لك انه شويه شويه الموضوع مش اكتر في اتجاه الاقتصاد منه من اداره الاعمال اللي هي انا اصلا درستها في الجامعه، وحتى الماجستير عملته في اداره الاعمال. طيب في سؤال قبل كده واحد سأل عندنا في المبادرة، قال إنه زول يكون يدرس في الجامعة، شنو الشروط وشنو المؤهلات اللي بتخلينه يدرس في الجامعة؟ يعني مثلا هنا احنا عندنا في يوكي لو ما كنت بيتش دوهل ما حتدرس، يعني إلا لو أنت مثلا باحث لسه يعني بتعمل في 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 الدكتوراه وكده ممكن تلقى فرصه بتاعت انه السوبرفايزر بتاعك يديك يعني تدرس سيمينار تعمل حاجه زي دي يعني، او لو كنت في ماده علمي في بتدرس حاجه علميه زي الصيدله او الطب او كده ممكن تشتغل حاجه في اللاب يعني او الكيم يعني. شنو في السودان المؤهلات اللي بتخلي زول انه يشتغل استاذ جامعي يعني؟ طيب أنا هتكلم هنا عن جامعة الخرطوم، لكن أعتقد معظم الجامعات هي نفس النظام. الشخص ممكن يتعين مساعد تدريس في الجامعة أول ما تخرج من غير ما يكون عنده مثلا ماجستير، ومساعد التدريس ما بدرس محاضرات لكن بدرس تيتوريالز، يعني بيكون شغال مع أستاذ معين مع دكتور معين، بيكون المحاضرة تكون ساعتين عادة، في ذلك الوقت كانت ساعتين حاليا بقت بتزيد بتنقص على حسب الحاصل. وبكون في ساعة بتاعت سيمينارات يوم في الأسبوع أو ساعة بتاعت تيتوريالز، فمساعد التدريس بيكون هو مسؤول عنها. في طريقتين للتعيين، الطريقة الأولى هي التعيين بالتميز، وده أول الدفعة بيتم تعيينه مباشرة إذا هو راغب في إنه يتم تعيينه. وأنا تعينت بالتميز لأنه أنا كنت قلت الدفعة في السنة الخامسة. وفي انك تقدم لوظيفه، يعني بالاضافه للشخص اللي بيتم تعيينه بالتميز في وظائف بتفتح حسب الحوجه، اذا كان القسم المحدد محتاج وعنده وظائف افيلبل بيفتح وظيفه لمساعد تدريس، ومساعد تدريس ما في حوجه انه يكون هو خريج عنده درجه الماجستير، فقط يعني بكالوريوس بمرتبة الشرف، عاده بتكون الاولى او الثانيه الاولى اللي هو فيرست او ابر سكند ابر. ايوه دي الطريقه، يعني الطريقه بتاعت التعيين عاده بتكون. طيب يا دكتوره مشيتي خلاص خلصت البكالوريوس ما شاء الله بتقدير ممتاز وبديت التدريس، يعني اول محاضره درستيها يعني شعورك كان شنو؟ اول محاضره درستها كنت مرعوبه لانه انا بدرس في ناس اكبر مني اصلا، وناس انا والمبارح كنت معاهم يعني في حوش الجامعه لو ممكن نقول حوش الجامعه، لكن في نفس الوقت كنت مبسوطه وسعيده جدا لانه انا يعني ده حلمي حقيقه انه انا ادرس وانه انا اجيب قدام طلبه وانه انا اشرح وانه انا اكتب في سبوره وانه انا اقدر اثر على حياه الناس بصوره يعني ايجابيه او اخلي بصمه، لانه انا في تاريخي كان الاساتذه عندهم دور كبير جدا، وحتى على مستوى الجامعه كان عندهم دور كبير جدا، حتى ما على المستوى بس التعليمي والمعلومات اللي بدوك، لا على المستوى الشخصي. فكان هو مزيج ما بين الخوف والرهبه وانه كيف الناس اللي حيتعاملوا معي بجديه وكيف اصلا حاشرح لهم وحيفهموا ولا لا، يعني احاسيس كثيره كده مع بعض، لكن اكبرها كان الفرح والاحساس بالانجاز لانه دي حاجه انا كنت بجد بحلم بيها وسعيت عشان انا اقدر احققها، رغم انه انا لما جيت اشتغل في الجامعه اراء الناس اللي حواليني ما كانت ايجابيه، يعني التدريس متعب، التدريس ما فيه قروش، يا بنتي شوفي لك ترابيزه ومكتب اقعدي فيها متعبه روحك ليه. عموما احنا بنشوف حتى في السودان الوظيفه بتاعت الاستاذ دي هي ما مقيمه،
لا ماديا لا معنويا. فكان في يعني تعليقات كثيره انه ليه وعشان شنو، لكن كنت مبسوطه بها، وكنت ما مبسوطه بالتعليقات، مبسوطه بانه اشتغلت في الجامعه، كنت مبسوطه وكنت متحمسه جدا. فاول محاضره، او هو كان تيتوريال بتذكر، كان احصاء للمستوى الثاني. كان حاجه جميله جدا بالنسبه لي، وكان احساس عظيم كده بانه I did it اخيرا. هي طبعا الإحصاء من الحاجات الجميله جدا، والحاجه زول يعني ما 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 بيملها يعني. طيب يا دكتوره، بديتي خلاص يعني بديتي التدريس وكده، كان الخطه بتاعتك شنو؟ انه خلاص حتكوني كده بس مواصله في التدريس، ولا كان انه عندك خطه والله يا اخي انا بعد مثلا سنه حامشي الماجستير، بعد الماجستير اعمل كده يعني؟ كان وقتها كان الخطه بتاعتك شنو؟ الخطة بتاعتي كانت إنه أنا حواصل في الوقت ذاك، إنه أنا حواصل في المجال الأكاديمي، بالتالي أنا لازم أسجل الماجستير as soon as possible. وبعد الماجستير حسجل، كانت خطتي في الوقت ذاك برضو إنه أواصل وأسجل الدكتوراه، لكن كنت خدت هدف إنه أنا ما حأعمل الدكتوراه في السودان. وقد كان أنا سجلت للماجستير مباشرة، ونزلت الماجستير تقريبا شهر بعد ما أنا تعينت في الجامعة. كنت بدرس بالصباح وبكون طالبة بالمسا، الماجستير كانت محاضرات يوميا، المسا من 5 ل 8. فكان يعني دي الخطة، وقدرت انه انا اعملها، لانه انا تخرجت احنا في الكلية في الوقت ذاك، الكلية كانت 4 سنين والاونر 5 سنين. فالناس اللي تخرجوا من درسوا 4 سنين بتخرجوا جنرال، واللي درسوا السنة الخامسة بيتخرجوا بالاونر، والدرس السنة الخامسة الماجستير ممكن يكون لهم سنة واحدة، باعتبار إنه السنة الخامسة هي تمهيدي ماجستير أصلاً. فواحدة من الأسباب برضو خلتني إنه أنا أسجل سريع، إنه أنا ممكن في سنة، في ظرف سنة، أنتهي من الماجستير. فوقت كان يعني انتهيت من الماجستير، وبعد ذاك بقيت بفكر في ماذا بعد. الوقت ده كان عمري كم؟ لما تخرجت كان عمري 19 سنة، لما انتهيت من الماجستير كنت يعني على أعتاب 21. يا دكتور انور اتفضل. طيب السلام عليكم يا اخواننا، أنا والله طبعا غايه في السعاده بعوده البرنامج اولا، وانا سعيد بالنجاح لان فيها كميه بتاعت يعني عبر، وكميه بتاعت دروس الواحد بياخدها بطريقه غير اكاديميه، بطريقه بتاعت ونسه، وده ابتكار طبعا مميز لحبيبنا المبتكر ياسين حسن. ايوه طبعا كل السعاده بانه الليله المديره التنفيذيه الجديده، وهي من الشباب، من الشابات الكنداكات القياديات، فكل ناس حاليا شغالين معاها كفريق بتاع عمل في الباحثين السودانيين، بنتعلم منها وبنشوف الحاجات اللي ممكن تعملها، وكمان هي بتاخد من الناس التانيين. الحقيقه عندنا 2 من المودريترز اللي اشتغلوا في الباحثين السودانيين، ناس كان عندهم زي يقولوا انجازات في عمر صغير، دكتور محمد الحاج ودكتوره نعمه الفاتح. فدكتورة نعمة الآن متقدمة القيادة، وشخصية يعني من طراز رفيع ما شاء الله. والجميل في الموضوع إنه ما من مجالنا، يعني مجال بتاع اي تي لا انجينيرينج ولا كده، بالتالي العلوم الإنسانية تقدم الآن للباحثين السودانيين عبر القيادة بتاعتها، وهي اللي بدت لنا بالمناسبة الأنشطة الاقتصادية في مجموعة الباحثين السودانيين. من أول ندوة كان عملناها حول التحديات الاقتصادية، وبعد ذاك إيمرج منها القصة بتاعت المنتدى الاقتصادي وكل الحياة الثانية دي. فنعمة صراحة شخصية واعدة جدا، وأعتقد إنه في بنات كتار حيسلهم. أنا سرسلت اللايف ده لبنتي إقبال ولبنات خالاتي وبنات أخواني وكده، على أساس إنه يشوفوا. قبل كم يوم كان في مروة بكر، برضو شخصية ملهمة اتخرجت من الدكتورة، لكن أعتقد نعمة يعني تميزت على بنات جيلة كلهم، إنها كانت يعني رغم الصغر بتاعها مشت شقت طريقة ومشت براها. أول ويبينار قدمته لنا كان عن الدراسة في الخارج، مش كده يا نعمة؟ أيوه. إنه والله في أسر كثيرة لما تكون بنتهم صغيرة في العمر بيقول لك يا أخي ما بنخليها تسافر برا ولا كلام زي ده. فنعمة كانت إكزامبل لزولة بتاع صغيرة في العمر بتعمل دكتوراه في اليابان، ومعتمدة على نفسها بصورة كاملة. فدي كل حياة دايرين نعرفها منك عشان بناتنا يعرفوا وين الدرب، يعني كيف طمنتي امك وابوك انك انت براكي بتقدري تعتمدي على نفسك وتمشي وتشقي طريقك في الدراسه في الخارج. فنسمع منك، شكرا جزيلا. شكرا لك انور.
إحنا حاليا وقفنا تقريبا في مرحلة الماجستير، المرحلة اللي بعدها الدكتوراه يا ياسين، ولا في حاجة قبل؟ نعم طبعا. اول حاجه قبل ما انا اول حاجه شكرا شكرا كثير دكتور انور. وطبعا دكتور انور ده يا جماعه زول يعني متواضع جدا جدا يعني. فالموضوع بتاع ورث على دروب النجاح ده ما يعني لولا دكتور انور ولولا مبادره الباحثين السودانيين ما كان حيكون يعني. فنكون يعني نحط النقاط في الحروف زي ما بيقولوا. طيب في واحده انا بحييها من هنا اسمها ايات سالم، هي زميل درست في نفس المدرسه النموذجيه اللي هي درست عمر الفاروق النموذجيه او الخاصه، ومرت بنفس التجربه بتاعتك. فانا بتمنى احمد لو برضو ايات تواصلت معاها عشان يوم من الايام ممكن نستضيفها في ونس على دروب النجاح. صراحه يعني انا الهدف بتاعنا بتاع البرنامج طبعا اول حاجه بحيي التيم بتاع البرنامج اللي هو على راسهم اخونا هيثم الكاشف، باشمهندس احمد داوود، استاذ ريم فيصل، استاذه رغيه المغربي، والشاب المبدع اللي بيعمل لنا يا جماعه البوسترات الجميله دي حسن ده يا جماعه قاعد في الفاشر، وكلنا يعني بنعرف انه حسن ده بالمناسبه يعني من الشباب القروا في معسكرات النازحين، قرا ويتعلم لحد ما دخلت الجامعه من معسكرات النازحين، بعد ذاك بدا قرا هندسه نوويه لكن بحب التصميم ما شاء الله. فبقى يعني بيساعدني كثير جدا يعني. حسن ده والله يعني شخصيه عجيبه خلاص. بيجي بيقول لي ما البوستر بتاعك ده حيكون جاهز لكن احنا عندنا الكهرباء قاطعه، اول ما الكهرباء قاطعه انا طوال حيشتغل لك البوستر. فعلا انا اصحى مرات كده 2 صباحا 3 صباحا القى حسن ده رسل لي البوستر، يعني ده في السودان بيكون 4 صباحا او 5 صباحا. فالتحيه له والتحيه لكل شباب الجنود المجهولين خلف الكواليس لانجاح البرنامج التحفيزي، البرنامج الرائع زيه زي مبادره الباحثين والمشاريع بتاعتها. طيب يا دكتوره، قبل ما انا طبعا ده السؤال ده بعدين حاساله الدكتور انور وحاسالك ليو، يعني باحتمال انك انت اسي عن المديره التنفيذيه لمبادره الباحثين السودانيين، كيف تم الاختيار وليه ناس دكتور انور ديل اختاروك انت؟ ده حنساله بعدين. طيب نجي للمرحله بتاعت الماجستير، الفرق شنو يا دكتوره بين البكالوريوس والماجستير؟ الفرق بين اول حاجه بالنسبه لي كان في فرق كبير جدا. نحن درسنا 5 سنين بالعربي، الماجستير كان بالإنجليزي، فكانت صدمة كبيرة جدا يعني التغيير من العربي للإنجليزي. عشان كده أنا هسه لما أدرس في الجامعة بحاول إنه، أو لما كنت بدرس بحاول إنه محاضراتي تكون بالإنجليزي، لأنه بقول دائما للطلبة الحاجز ده لازم يتكسر بدري، وكل ما تكسر بدري كل ما كان أحسن. حاليا الكلية بقت مدرسة عمومية إدارية مثلا، بقى فيها جزء كبير من المحاضرات أو المواد بالإنجليزي وجزء كبير بالعربي، لكن إحنا على زمننا كان 5 سنين بالعربي، وبتجي بعد ذلك فجأة بتلقى إنك بتدرس حاجات ومصطلحات أنت أساساً ما عارفة. فكان الموضوع ده محتاج مني مجهود إضافي، لأنه حقيقة كان حاجة صعبة جداً في وقتها. الحاجة الثانية، شكل الدراسة في الماجستير مختلفة تماماً. يعني الزملاء اللي بيكونوا موجودين معك بيتعرف على عالم جديد. إحنا لأنه كان MBA فهو بالبحث، ما بأي ريسيرش، فبكون في زول شغال بيجي وهو لسه ما اجتماعه منتهى، بيتكلم في التلفون، وهنا في ربة منزل عندها 5 عيال بيضربوا لها، وحاجة مختلفة تماما عن الابتداء، عن سوري عن الجامعة، والناس أكبر سنا وبالتالي يعني أكثر خبرة، وعلى طول السنة بتاعت الماجستير كانوا مفيدين جدا ومتعاونين جدا، وكان زول اتعرف على ناس من أعمار مختلفة في مكان واحد واستفاد منهم بصورة كبيرة جدا ومن خبراتهم بصورة كبيرة جدا. في نفس الوقت طريقة التدريس بتاعت الأساتذة مختلفة تماما، بيكون متوقع منك أكثر بكثير من المرحلة بتاعت الجامعة. يعني إلى حد كبير المرحلة بتاعت الجامعة أنت بتتوقع إنه اللي أنت درسته إلى حد كبير هو جاي في الامتحان، أو يعني شوية تريكات كده ولفات، لكن الماجستير مختلف تماما. يعني لازم to think out of the box، لازم الطريقة بتاعت قراءتك تتغير تماما، بحيث انه هي تكون حاجة يعني critical thinking اكتر مما انه احنا قرينا وانه احنا داخلين الامتحان. الماجستير فيه مثلا presentations كتيرة اكتر من المرحلة بتاعت الجامعة نفسها، وفيه
ليفل مختلف، يعني ابجريد كده مختلف بصوره اكبر، جيفن برضو انه الناس الموجودين معاك معظمهم شغالين، وانا كنت مثلا الوقت ده انتهيت من الجامعه وطوالي نزلت الماستر، فبرضو يو هاف تو ليفل اب للليفل بتاع انه انا بتكلم عن النظريات في راسي والناس دي بتشتغل الحاجه دي شايفاها قدامها يعني. فكان مرحله جميله جدا مع دفعه كانت مميزه، وناس يعني لا زلنا على تواصل معاهم، وكانت مفيده جدا وكسرت لي الحاجز بتاع الانجليزي، لولا انه الماستر كان بالانجليزي ما كنت هفكر مثلا انه انا اقدم لمنحه لقدام. اوكي، ده كلام فعلا، كلام زول خبير. يعني انا اذكر لما درست هنا في جامعه ساسكس، لما اول ما بديت كنت بدرس طلبه بتاع اندر جرادويت، وكان النوع اللي بتطرده من المحاضره بيكون مشاغب وكده. عندكم بتطردوا برضو؟ انا افتكرت انا عندنا انا بس. بطرد انا كنت بطرد في البكالوريوس كنت بطرد يعني، لكن لما جيت الماجستير يعني طلبه ما شاء الله، يعني اول حاجه زي ما انت قلتي كلهم يعني او تقريبا 80% منهم شغالين يعني. ايوه وكان الماجستير كان بتاع اداره يعني، بتاع مانجمنت يعني. فالوحيدة اللي لقتني انه طالبه قالت لي، انا جيت يعني اول يوم كنت بزالون، انت ليه اخترت الكورس ده وليه اخترت الحاجه دي؟ فواحده قالت لي يا اخي هي صينيه، قالت لي انا ما اخترتها، انا بس اهلي عايزيني، امي وابوي عايزيني انه اعمل الماجستير، ودفعوا لي وجابوني بالغصب يعني، حتى الطياره ستفوا لي شنطه دي وركبوها الطياره فلا تمشي عشان تعملي ماجستير. دي الزول الوحيد يعني. فاذكر قبل 4 شهور مشيت الدكتور بتاعنا هنا، فقابلته الطبيب، فقام سألني قال لي انت لسه شغال في ساسكس؟ فانا افتكرت انه لانه بكون عنده النوت بتاعته وكده، فقلت له لا 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 خليتها. قام قال لي انت من الناس اللي درستني في الكورس بتاع الاداره. ما شاء الله. ايوه، فالتدريس صراحه انا بحب التدريس جدا يعني. ممكن يكون نفس الحاجه اللي انت كنت، انا كنت صغير كده بلم لك اولاد اهلنا كده، بقعد بدرسهم وبقطع لهم الدفاتر واكتب وجلد ايوه يعني كنا بنعمل مدرسه يعني. ايوه الحاجه دي سبحان الله ما كنت متوقع انه انا اكون يعني بحب التدريس، لكن ما كنت بحب انه اشتغل استاذ يعني كده، تكون دي المهنه بتاعتي دي ما كانت رغبتي. في بالك الله دارت الايام، قريت هندسه كمبيوتر، اول شغل انا اشتغلته بروفيشنال اللي هو شغل بتاع التدريب، ومن هنا خلاص مشيت. بعدها جيت راجع على الاكاديميا والماجستير والدكتوراه وكلها يعني. انا ما لسه ما انتهيت من الدكتوراه، لكن الدكتوراه بتاعتي بعملها في التعليم اللي هو التعليم التقني والمهني، وكتبت عنه كثير جدا في الفيسبوك، وحنيجي نتكلم عنه بعد شويه في الحته بتاعت الاختصاص. طيب يا دكتوره، كملتي الماجستير، الخطوه شنو ما بعد؟ خلاص انت بقيتي شكلك بعد ده بقيتي وعيتي، لانه كان انت دخلتي الجامعه بدون مش بدون رغبه، لكن انت بس عايزه تخشي الجامعه عشان انه الناس يخشوا الجامعه بس يعني. طيب بعد ده خلاص صار عندك اويرنس، صار عندك وعي، الخطوة شنو بعد ما خلصت الماجستير؟ طيب بعد ما خلصت الماجستير كزولة أكاديمية وعارفة إنه أنا حواصل، أو في وقتها كنت عاوز أواصل في المجال الأكاديمي في التدريس، كانت الخطوة اللي بعدها هي التسجيل الدكتوراه. لكن عموما بيشجعوا الناس في الكلية بتاعتنا وفي الجامعة كلها، بيشجعوا يعني صغار الأساتذة إنهم يقدموا طوالي بعد الماجستير، انت طالع من مود قرايه طوالي خش في مود الدكتوراه، لانه ممكن اذا الشخص مثلا كسل او عمل بريك ممكن ده يؤدي لانه هو يعني ما يقدم سريع. لكن انا كنت مصره انه انا ما هعمل الدكتوراه في السودان، والسبب ببساطه انه انا متاكده انه يعني خارج السودان حقدر اتعرف على عوالم جديده، حادرس حاجات جديده، سيستم جديد، وحاستفيد ممكن بصورة أكبر لا سيما في مرحلة الدكتوراه. ولذلك كان الموضوع بالنسبة لي مؤجل، كان مؤجل لأنه القرار ما سهل، قرار صعب جدا، قرار إنه أنا أسافر وأشتغل برا، أو عفوا أسافر وأدرس برا، قرار إنه أسافر براي، وقرار إنه طبعا الأوبسيكل العظيم اللي هو ناس البيت ممكن يكون رأيهم شنو في النقطة دي. ففضل الموضوع ده مؤجل لحد ما بديت أقرأ عن المنح وأسمع عن المنح وأسأل عن إنه، لأنه بالنسبة لي الوسيلة اللي كان ممكن توديني هي منحة، باعتبار إنه يعني أحسن الخيارات اللي كانت متاحة في الوقت ذاك والخيار الممكن. تعرف حاجة عن الباحثين السودانيين في الوقت ذاك يا نعمة؟ قبل الدكتوراه لا، أنا تعرفت على الباحثين السودانيين في اليابان 2014. أوكي. أيوه. وقفت سنتين بعد الماجستير،
في مرحلة كانت في مرحلة بتاعت التركيز على التدريس، ولأنه كنت ترقيت في الوقت ذاك لمحاضر، بعد ما تعمل الماجستير بترقى لمحاضر، ففي المحاضر ممكن يدرس محاضرات عديل يعني، ما بس توتوريالز، فبرضو اللود زاد جدا، وجيت بيجي في إحساس المسؤولية بتاع أنا بدرس المحاضرات كلها، بضع الامتحانات وبصحح يعني حاجات محتاجة تركيز شديد، فبرضه كان الموضوع مؤجل للأسباب دي، إنه اللود بتاع شغلي كان زايد، بالإضافة لإنه في الجامعة دايما بيكون في حاجات إدارية يعني، غير الجوانب بتاعة التدريس. لحد ما سمعت عن المنحة اليابانية طيب وقتها، بس معلش، الحته بتاعت المنحه دي دارك تدينا ليها خطوه بخطوه عشان الناس ذاتوا اللي اسعى المتابعين ديل ودايما اللي بيزعلوا من المنح يستفيدوا من الحته دي لو سمحت. طيب أنا تجربتي مع المنح كانت كويسة، وبعتبر نفسي برضو فيها محظوظة، لأنه أنا أول منحة قدمت لها أخذوني، فبدأت بالمنحة اليابانية. أنا كانت خطتي إنه أنا عاوزة أدرس برا السودان، لكن أنا ما كنت محددة المكان أو الوجهة اللي أنا حأدرس فيها، لكن عاوزة أدرس شيء أقرب للاقتصاد منه لإدارة الأعمال. هنا ده كان الوقت اللي أنا قررت فيه إنه أنا مجالي عايزة أحوله في اتجاه الاقتصاد تماماً، ليه؟ لأنه لقيت نفسي أكثر في الاقتصاد، كنت بستمتع أكثر بتدريس الاقتصاد، وكنت حاسة إنه أنا ممكن يعني حتى المواضيع البحثية اللي بتكون بالنسبة لي interest me كانت هي مواضيع اقتصاد أكثر من رغم إنه أنا لما كتبت البروبوزل، ودي حاجة سأتكلم عنها، كان حاجة كده بين برضو، لأنه أنا خبرتي طبعا في المجال كان أقرب لبحوث العمليات أو إدارة العمليات، إدارة الإنتاج والعمليات، لكن شوية شوية في اليابان الموضوع يتغير، فسمعت عن المنحة اليابانية، وهنا كان القرار بتاع انه انا اقدم للمنحه اليابانيه، ما اقدم للمنحه اليابانيه ما حيخلوني اسافر، حيخلوني ما حيخلوني حاسافر ما حاسافر، في الاخر اخذت القرار اللي بنصح به اي زول قبل ما ندخل في الداوت بتاعت انه حيخلونا نسافر، الانسات بالذات والسيدات حيخلونا نسافر ولا لا، قدموا بعد ذاك، لو شالوكم خوضوا الحرب بتاعت عايزه اسافر، لو ما شالوكم ما كان في داعي اصلا توري اباوت الموضوع ده من البدايه يعني. فأي شخص هسي حاليا بيسمع في الكلام ده وبيفكر يقدموا لي منحة، وخاتين قدامهم اوبستكلز وعوائق كثيرة، حاسين انه هم ما حيقدروا على السفر، ما حيقدروا يبعدوا عن اهلهم ما حيوافقوا، ما حيشيلوهم، دي كلها اعذار ما عندها اي معنى هسي في الوقت الحالي، لانه انتوا هسي ما شالوكم في المنحة، قدموا في المنحة خلي يشيلوكم فيها، بعد ذاك لو لقيتوا انه الاعذار دي حقيقيه اعتذروا، لكن الخطوه الاولى بتاعت التقديم دي نقوم بها، الخطوه الاولى بتاعت التقديم دي مهمه جدا، والخطوه الاولى بتاعت التقديم دي هي اللي بتصنع الفرق بين الناس اللي قدروا ان هم يمشوا لقدام والناس اللي لسه لافين في المرحله بتاعت هل ممكن احصل؟ هل حاقدر؟ فانا اخذت القرار بتاع انه انا اقدم، وما كلمت الناس بيتنا لما قدمتها، ودي برضو حاجة شايفاها، أنا ما بشجع الناس على إنه ما يكلموا ناس بيتهم، لكن شايفاها ساعدت. ليه؟ لأنه أنا لما جيت للوالد والوالدة الله يديهم الصحة والعافية، ما قلت لهم أنا عايزة أسافر اليابان، قلت لهم أنا قدمت للمنحة اليابانية وباصيت الفيرست سكرينين وباصيت امتحان الإنجليزي، وبكرة عندي انترفيو. فتعاملهم مع الموضوع كان مختلف، يعني لو جيت قلت لهم يا جماعه انا والله دايره اقدم للمنحه اليابانيه، كانوا هيقولوا لي يا يابان شنو بعيده وفيها زلازل وعشان شنو ما في داعي، لكن لما جيت بانه انا قدمت واوريدي انا اي باس تو ستيجز، المرحله بتاعت الدوكيومنتس والمرحله بتاعت امتحان الانجليزي، واسي من 1000 نفر او ما عارفه كم بقينا 10، يعني الاحتمال ذاته زاد، يعني في البدايه كان الاحتمال واحد على 1000، فما في داعي اصلا كان برضه لانه زول يقلق نفسه ويقلق ناس بيتهم، لكن لما الاحتمال بقى 1 على 10، احتمال انه انا ياخذوني في المنحه بقى 1 على 10، هنا دي اللحظه اللي كان المفروض اكلم فيها ناس بيتنا، وانا زوله قريبه جدا لوالدي ووالدتي، وبمشي بارائهم وبسمع كلامهم، يعني انا لو الوالد كان قال لي لا ما في سفر كنت حقعد ولا ححارب في اي لحظه، لانه بالنسبه لي ما في شيء بيستاهل انه انا يعني ازعله او اخوض معه في نقاش او اخوض معه في حرب، وما كنت متوقعه بنسبه بتاعه 0% ونسبه بتاعه سوري يعني 1% انه يوافق اصلا، يعني انا بكلمه بقول له انا بكره عندي انترفيو مع السفاره اليابانيه في المنحه اليابانيه، كنت متخيله انه هيقول لي ما في كلام زي ده وما حتمشي اصلا،
وهنا كانت المفاجأة إنه هو قال لي إن شاء الله ماشي، ربنا يعمل فيه الخير، لكن إن شاء الله ما يشيلوك. يعني هو ما نفسه إنه أنا أسافر، لكن في نفس الوقت حاسي إنه أنا اجتهدت وحاسي إنه أنا عملت حاجة وهو حيكون فخور بيها. فلما اتخذت في المنطقة دي، هو ذاته هو في الآخر وافق، ويعني زي ما عارفين وأنا سافرت فعلا اليابان. وبتذكر إنه الوالدة لما جيت كلمتها اصلا ما حاولت تتكلم معي كثير، باعتبار انه هي عارفه انه ابوي حيرفض، فيعني ما كان في نقاش، كان انه كلمتي ابوك، فهي برضه تفاجأت، فاحنا كلنا تفاجأنا انا وناس بيتنا واي زول بيعرف ابوي، اهلي كلهم، كل صحباتي، لانه ما كانوا متخيلين انه ممكن يخليني انه انا، وانا لا سيما انه اصغر زول في البيت، واصلا يعني دائما كنت اصغر من الناس اللي معي في كل المراحل الدراسيه بكثير، فما كان متخيلين كلنا انه ده ممكن يحصل. عشان كده هسه انا لما اقول للناس قدموا وبعد ذاك شوفوا اللي بيحصل، لانه دي تجربه انا مريت بيها، ما حاجه سمعتها، دي تجربه مريت بيها، شفتها قدامي، وفي الاخر الموضوع مشى كويس جدا الحمد لله. فعشان كده بدل ما نفكر في العوائق، نحن نعمل اللي علينا، وبعد ذاك اللي بيحصل هو الخير، وغالبا حتتفاجئوا زي ما انا تفاجات اذا كنتوا يعني خدتي لنفسكم عوائق لانه ممكن يحصل شنو اللي قدام. نعم، ده بالمناسبة ده كلام كبير جدا، وكلام جميل جدا ومحفز. وأنا بشجع أي بنت عايزة تقرأ برا يعني تمشي طوالي، لأن أنا لما درست، أنا درست بديت دراستي الجامعية في سوريا، فقابلت يعني بنات سودانيات، والله كانوا يعني مثال مشرف جدا للبنت السودانية في المرحلة الجامعية، كان يعني نجحوا في حياتهم الجامعية ونجحوا في حياتهم الاجتماعية، والمجتمع يتعامل معهم بكل رقي وكل يعني كله مثالية يعني. فما في سبب بيخلي انه والله ما في بيت تقرا براها وتمشي تقرا براها وكذا، لان انا في ما عندي مشكلة يعني. هسه مثلا بنتي مريم دي لو بكره قالت دار تمشي تقرا في تقعد في حتة تانية بعيدة، ان انا لانه انا واثق فيها انه هي انا ربيتها على الحاجة اللي بتحفظ لها كرامتها كبني ادم يعني. تمام، فده كلام، ده كلام جميل جدا جدا. طيب يا دكتورة، ارجعك لحاجة اسمها الايدنتيتي فورميشن، انا ما اعرف اللي ما بالعربي شنو، لكن اللي هي الزول اللي هو بيبدا الشخصيه بتاعته تنمو في مرحله معينه وخلاص يعني. مثلا دكتور بيبدا مثلا طبيب عام، بعد شويه بيبدا بيتخصص بيمشي في حته، بعد شويه بيحصل له حاجه اسمها ايدنتيتي فورميشن اللي هي التحور انا ما اعرف بالعربي شنو، لانه الحاجه دي طيب تشكل تشكل، نعم الشخصية. تشكل الهويه، ايوه تشكل الهويه، شكرا جزيلا. اللي هي تشكل الهويه شنو، تشكل الهويه اللي انت بعد خلاص بالذات في المجال، في مجالك العمل يعني. مثلا استاذ، الاستاذ ده بيبدا يدرس، يبدا يدرس، بعد شويه لما هو يكون حاب المهنه بتاعته دي دخل فيها كورسات، بعد شويه بيتخضرم يعني، بيبقى كل سنه هو بيمشي لقدام وبيمشي بصوره يعني بصوره جيده. طيب انا في رايي، بتوافقيني ولا ما بتوافقيني، انه الايدنتيتي فورميشن بتاعك في الحته بتاعت الاقتصاد بدا معك في الماجستير؟ هو بدا في الجامعه في البكالوريوس، لكن اتشكل اكثر في الماجستير، اتضح اكثر في الماجستير بصورة أكبر من مما كان قبله في المرحلة بتاعت الجامعة. فإحنا برضو في الماجستير كان عندنا مواد بتاعت اقتصاد، هي كانت advanced يعني، في مثلا إذا درسنا مايكرو ايكونومكس اقتصاد جزئي في الجامعة، في الماجستير بندرس advanced مايكرو ايكونومكس، فكانت برضو مواضيع جديدة، وكانت مواضيع بالنسبة لي ممتعة جدا جدا. فبالإضافة للاهتمامات التانية يعني، هو الإنسان طول عمره يعني، أنا طول عمري كان عندي اهتمام إلى حد كبير بالسياسة، لكن ما عشان في يوم من الأيام أصبح سياسية، عشان دي الحاجة اللي حاصلة حوالينا واللي إحنا لازم نفهمها. ففي الآخر بقرأ مقالات، بقرأ أخبار، بقرأ كتب، فاهتمام الشخص بالسياسة بقوده للاقتصاد، واهتمامه بالاقتصاد بقوده للسياسة. فبرضو في الفترة بتاعة الماجستير دي ممكن برضو يكون زاد فيها محاولاتي للاطلاع، بالذات بعد الماجستير برضو لأنه أنا بقيت بدرس محاضرات، فبكون دائما في المحاضرة ما عايزة أجي مثلا أدرس النظرية وأقول لهم والله آدم سميث أبو الاقتصاد قال كده، بكون دائما دايرة أربط الحاجات بالواقع بتاعنا،
نعم بكون دايره الموضوع يكون يعني مفهوم بالنسبه لهم. يعني انا ليه لما اتكلم لهم عن مثلا انفليشن اقول لهم اديم امثله مثلا حاصله من الواقع بتاعنا او كذا، فده بيقودك الى انك انت تقرا عن انه الحاصل شنو اكثر اسي، تقرا جرايد، تقرا كتب، تقرا حاجات، تتابع حاجات حاصله في السوشيال ميديا. فده كله خلاني اكثر واكثر احس انه احنا لما نمشي في سكة الاقتصاد بتكون انت اكثر فهما للحاصل حوالينك، يعني على المستوى اليومي. وانا to be honest I cannot claim، انا ممكن ادعي انه انا economist، لانه انا حتى في المرحلة بتاعت الدكتوراه انا درست اقتصاد قياسي، اللي هو الاقتصاد القياسي ده عبارة عن او قياس اقتصادي حسب التسمية، هو عبارة عن الـ يعني الماثيماتيكال والستاتيستيكال موديلين اوف الايكونوميك ثيوريز، انك تعمل مثلا مودلز، معادلات رياضيه او احصائيه تفسر بها الظاهره الاقتصاديه او تفسر بها النظريه الاقتصاديه. لكن هو كذلك بيتطلب انه يكون عندك الثيوري، يعني الباك جراوند الثيوري في راسك عشان تقدر انه تموديل اي حاجه، وعشان تقدر تطلع في الاخر معادله، المعادله بتوريك مثلا لو حصل كده هيحصل شنو، لو ده زاد هيحصل شنو، لو حاجه دي نقصت هيحصل شنو، وهكذا. وانا جمعت في الاقتصاد القياسي بين الحاجتين اللي انا حبيتهم اكثر حاجه، اللي هم الاحصاء والاقتصاد. كويس. فالاحصاء والاقتصاد سوا جابوا دي الاقتصاد طبعا القياسي. دي بالنسبه لي معلومه انا محتاجها في لحياتي، يعني لحاجاتي الخاصه، يعني حتى بتاعت الاقتصاد القياسي. وطبعا اخونا هيثم بيكون بهناك فايل لانه زول اقتصادي، واي موضوع بتاع اقتصاد بيعمل له. انا طيب انا قبل ما امشي لهيثم عايزك بس الحته بتاعت خلاص كلمت الوالد والوالد وافق وخلاص، يعني هل انك انت ما كلمتي اهلك من البدايه، هل ده اثر على البرفورمانس بتاعك انك انت تشتغلي في المنحه دي وتعملي حاجاتك كلها مكتمله، ولا كان يعني انت بتقولي طيب انا هعملها لو هو في حقيقه الامر انا زي ما بقول اخوي الكبير اللي بيسوي له شيء اللي يعتني به، اي زول يعمل حاجه يعملها للاخر. فانا حتى لو انا كنت عارفة إنه الموضوع بين مثلاً إنه أنا ممكن يشيلوني وممكن ما يشيلوني، لكن I did it the best I could. وفي حاجة أنا عاوز أقولها مهمة جداً نبهتني لها، لما نجي نقدم لمنحة، أنا لما وريكت أول منحة أقدم لها، لما قريت الريكوايرمنتس بتاعت المنحة عملتها زي ما هي. يعني مثلا لو قالوا لي عايزين صوره 3x4 جبت لهم صوره 3x4، دايرين صوره خلفيتها كده، دايرين الحدث بتذكر الريكومنديشن ليتر لازم يكون موقع ومكفول في ظرف، كان في حاجه كده انا ما بتذكرها هسي، لكن كان في المنحه اليابانيه تفاصيل كثيره، يعني جد منحه يابانيه بيطلبوا منك حاجات كده صغيره وبتكون مهمه. فانا عملتها زي ما هي، زي ما طلبوا بالنسبه بتاعت 100%، وانا بعتقد انه دي واحده من الاسباب اللي خلت الابلكيشن فورم بتاعي يمشي مكانا عليا. يعني لانه لما كان بيطلبوا برضو كشف طبي لحاجات بسيطه جدا ومن اي مستشفى، يعني ما من كل المستشفيات. فانا بقدم وانا واقفه في الصف، بتذكر كان في واحد وراي سالني قال لي انت عملتي الكشف الطبي؟ قلت له واي. قال لي يا اخي انا ما عملته، تفتكري مهم؟ فكان في اللحظه ديك احساسي انه هو شنو هو تفتكري مهم، هم كاتبين لك جيب كشف طبي معناه هو ديفينتلي مهم طبعا. فبتذكر لما قدمت الفورم الموظفه الشغاله في السفاره راجعت الورق وشافته وخدت الفورم بتاعي كده بجنبه وقالت لي دي اول مره يجينا فورم مكتمل تماما بنسبه بتاعت 100%. فانا متاكده تماما في ناس كتار جدا ممتازين البروبوزلز بتاعتهم كويسه جدا وعندهم كل الكواليفيكيشنز، لكن بيتعاملوا مع الموضوع باستهتار بحيث انه ممكن يطلعوا بسبب حاجات بسيطه زي دي، بسبب انه قالوا لك الصوره خلفيتها بيضاء وانت مشجبتها حمراء، او بسبب انه قالوا لك انه الريكومنديشن ليتر يكون اصلي وموقع ويكون في ظرف ومكفول وانت جبته وفاتحه. فدي حاجات بسيطه بنتعامل معها احيانا باستهتار، وهي مهمه ما يفترض ان احنا نتعامل معها باستهتار. زي ما بقول اخويا اللي بيسوي له شيء اللي اعتنيه فيها، يا جماعه ركزوا في الحاجات دي، حقيقه الحاجات دي عندها اثر كبير جدا وما تتعاملوا معاها حتى لو كانت حاجات بسيطه، يعني ما تتعاملوا معاها باستهتار. نعم. فردا على سؤالك، ابدا انه انا ما كلمت اهلي ما كان سبب بالنسبه لي انه انا ما ادي الاداء الاحسن اللي انا بقدر عليه، لانه انا عموما ممكن تكون دي شخصيتي الى حد كبير، وعموما بفتكر انه الحياه لازم تتعامل زي ما هي، زي ما قال الكتاب 1+1=2. نعم طبعا معنا في الفيسبوك دكتور الفاتح، دكتور الفاتح ياسين، يعني زميلنا في مبادرة الباحثين السودانيين، واحد من الناس
العلامات الفارغة في الإشراف يعني. فبيقول لك بالنسبة لدراسة الدخول كلية الاقتصاد، الشيء الجميل في الجيل الحالي إنه في عدد من المية الأوائل في الشهادة السودانية أصبحوا يدخلون كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والاجتماعية. أيوة. وهو دي حاجة طبعا بيقول دي حاجة جميلة حتى يستفيد السودان من هذا، من هذه العقول النيرة، بدل حصر أنفسهم في كليات الطب وكده. طبعا ده كلام سليم جدا جدا، وحنرجع للنقطة دي بالذات. طيب يا دكتورة، خلاص يعني أخذنا المنحة والأمور كلها تمام، وطلعت الجواز وخدت التأشيرة، الأمور مشت سموز ولا حصلت حاجة ما بتوقعها؟ الأمور مشت كويس جدا الحمد لله. المنحة اليابانية طبعا أي منحة نظامها مختلف، المنحة اليابانية إن بتتحصل على المنحة أول بعدين بتتحصل على القبول من الأستاذ. فإحنا كانوا من العشر اختاروا أربعة، الأربعة كانوا اثنين هندسة كهرباء، واحد طب أسنان وأنا، فكان برضو يعني تقريبا ثاني شخص أنا في المنحة اليابانية يكون من العلوم الاجتماعية وتحديدا العلوم الإدارية، لكن بعدي في اثنين مشوا من كليتنا برضو. فشوية بدأنا يعني نصحى البساط من ناس العلوم الطبيعية. بعدك بدأت مرحلة التقديم للأساتذة، ولما ترسل يعني طلب من أستاذ إنه to supervise you لما يكون عندك منحة الحكومة اليابانية، بيكون التعامل مع الابليكيشن بتاعك شوية مختلف. المسألة ما كانت سهلة إنه ألقى قبول، لكن ما كانت صعبة يعني، جاني قبول. أنا قدمت، أخطأت برضو في التقديم في حاجة دار أنبه لها الناس. أنا لما جيت أقدم قدمت لأحسن جامعات في اليابان حسب الترتيب، اللي هم طوكيو يونيفرسيتي، بعدها كيوتو، بعدها أوساكا. لما اتقبلت في أوساكا خلاص وقفت وقلت الحمد لله، ودي ثالث أحسن جامعة في اليابان وعلى بركة الله. وأنا في اليابان اكتشفت إنه الجامعة اللي أنا فيها ما كانت الأولى مثلا في الاقتصاد، يعني الجامعة الرقم واحد في الاقتصاد في اليابان هي رقم تسعة في الترتيب بتاع أحسن الجامعات، اللي هي كوبي يونيفرسيتي، وهي من منطقة قريبة جدا لأوساكا. فدي حاجة لازم ننتبه لها، إن إحنا ما نركز على أحسن جامعة على قدر أحسن جامعة في التخصص بتاعك هي شنو. يعني أنا لو كان عندي المعلومة دي كنت حفكر إنه أنا أقدم لكوبي، واكتشفت بعد ذلك إنه معظم الكورسات اللي في كوبي يونيفرسيتي بالإنجليزي. ففي ناس من كليتنا إحنا بيمشوا كوبي اللي هي زي ساعة وربع كده من أوساكا، بالذات طلبة الماجستير، لأنه الماجستير مطلوبة فيه كورسات كثيرة، لكن الدكتوراه الكورسات شوية بسيطة، فممكن تلقى لك كورسات بالإنجليزي في أوساكا. هو البابليك يونيفرسيتيز عموما يعني ما صعب إنه يكون في مرحلة الماجستير الكلاسز بالإنجليزي. نعم. فالناس تفتش في عن الجامعة الأحسن في تخصصها أكثر من الجامعة الأحسن في كل المجالات. نعم، ده بالمناسبة كلام سليم جدا جدا. وأنا الليلة الصباح كنت في واحد من بوستات دكتور أنور، في واحد جه اتكلم انه قال الرانكينج تيبل بتاع الجامعات وكده، ده قال كلام فارغ ساكت يعني، مع انه هو قال يعني بيقول انه هو خريج جامعه مانشستر، لكن الكلام ده ابدا ابدا ما صحيح. الرانكينج تيبل ده بيتعامل على استاتستيك محدده جدا جدا، وعلى ضوء الاساتذه بيتم اختيارهم على ضوء ذاته، الاساتذه الواثقين من نفسهم بيمشوا يقدموا ويدرسوا في الجامعات دي، وعلى اساسه انه الحكومه بتدي الفند او اللي هي بتدي قروش للبحوث وكده، على ضوء الرانكينج تيبل. يعني انا ما ممكن كزول يعني مثلا بنك اوف انجلند او اي بنك انه انا امشي اقدم ل ادي قروش عشان يعملوا لي بحث لجامعه ما عندها بروفايل في الاقتصاد يعني. فدي مهمه جدا جدا يعني، عشان كده نحن لما نجي نخش في رانكينج تيبلز كثيره جدا، في الكيو اس، في يعني في كم جدول بتقدر انت تعرف به الجامعات. لكن كلام دكتوره نعمه ده مهم جدا جدا، انت لو عايز تقرا اقتصاد تشوف انه في التيبل ده طوالي، لانه بيقول لك باي سبجكت، انت تمشي باي سبجكت تختار الاقتصاد طوالي، بيقوم بيعمل لك بيفرز لك الجامعات الاولى في الاقتصاد، الثانيه كده، في تصنيف عالمي وفي تصنيف محلي، تمام. فالحته دي بالمناسبه مهمه جدا جدا، واكيد اكيد الناس اللي درسوا في جامعات عريقه بيقدروا يكونوا الحته دي فاهمينها كويس. طيب يا دكتوره، السفر لليابان، يعني انا طبعا مغرم جدا بالحكاوي بتاعت السفر يعني، فداري تحكي لنا اول ما سافرتي ودع الجماعه ودعوك في مطار الخرطوم، وركبت الطياره طبعا حتمشي دبي، مشات طوكيو دبي، وبعدين طوكيو، من طوكيو بعدك اوساكا طوال. عايز تحكي لنا بالتفصيل يعني شويه يعني في الحته دي يعني. السفر كان كل ما يقرب السفر كل ما الخوف زاد. انا اول مره كان اسافر براي،
ومن غير أهلي، وأنا يعني دلعت البيت in a way، لو if I may say so. المتخرطوم كان فيه بيت بكا صحباتي وناس بيتنا، وأنا حتى بتذكر زميلي اللي كان مسافر معي ماشي برضو أوساكا، لما جاء داخل ولقى الهلمان الحاصة في المطار وديل معلوم، يعني استغرب جدا في إنه في شنو يا أخوانا، الزالة دي ماشي تقرأ وياياكم إن شاء الله. فالسفر كان طبعا مخيف، يعني أنا ما حد دعي في أي لحظة من لحظات الحياة إنه كان الموضوع سهل، أو كان كنت صنديدة وعارفة نفسي وماشية بقوة، لا كنت خايفة من الآخر. لكن بعد ذاك الأمور بتمشي، يعني لما سافرت، لما وصلت أوساكا كان حصلت حاجة مأساوية جدا، اللي هي إنه شنطنا ما وصلت، دي كانت البداية. فجونا في المطار، يعني ميوتد أنت يا ياسين وسمعتك سوري، يعني شنط ما جات من السودان او ما جات ما جات من السودان، ما جات كبيرة. مأساة كبيرة جدا. الطيارة دخلت في السودان ساعة تقريبا، ولما احنا كان احتمال الطيارة احنا ذاتنا تفوتنا، لانه احنا جرينا في مطار دبي، وكان دي اول مرة لي في مطار دبي، يعني احنا شايفين انهم خلاص دارين يقفلوا الجيت، واحنا بنقص الفيلم يعني الموضوع، وجايين وجارين، ويعني دخلنا كده والموضوع كان خلاص دير اخر ناس دخلوا الطيارة، كنا انا وزميلي اللي كان معي دكتور مبارك. فلما وصلنا أوساكا جونا يابانيات من الشغالين في المطار، وطبعا اليابانيين مهذبين جدا وفتشوا فينا وبكل التهذيب، ووقفوا شرحوا لنا كده في حاجة الحاجة ممكن تتقال في 30 ثانية، لكن بتهذيبهم العنيف كان في 5 دقائق من إنهم بيشرحوا لنا في حاجة إحنا ما فهمناها. ففي الآخر طلع إنه شنط ما جات، فكانت مأساة، يعني كانت البداية غير موفقة بتاتا. بعد ذاك جات تقريبا بعد اكثر من 24 ساعه 48 ساعه، لكن كان معي الكاري اون، الشنطه الصغيره فيها شويه حياتي، يعني زول يعدي بيها لحد ما تجي الشباب. الست شهور الاولى او الاربع شهور الاولى بيقعدونا في الست شهور الاولى بيقعدونا في داخليه قريبه للجامعه، هي الدورميتري بتاعت الانترناشونال ستودنتس، فيها كل الناس الجو الفصل الدراسي ده، لانه الناس في الفصول الدراسيه في اليابان بتبدا يا اما في الربيع اللي هو شهر 4، او في الفول اللي هو شهر تقريبا 9 ايوه. فانا بدات في الربيع شهر 4، وربيع اليابان لا يشبهه اي ربيع في العالم. الاشجار بتاعت الكرز الساكورا البينك، يعني شجره ما فيها ولا صفقه، بتكون بس اللون البني واللون اللون البمبي. فكانت جميله جدا، يعني نسيتني لما فتحت الشباك وعينت كده، نسيت موضوع انه شنطتي لسه ما جات وما معروف لي اصلا وين. فالداخليه من اول يوم كان في برنامج بالليل كده بتاع تعارف لكل الناس الموجودين في الداخليه. اليابانيين ناس محترمين جدا وبيحترموا العادات والتقاليد، يعني الداخليه هي كانت مختلطه بنات واولاد، انا من غير ما اطلب باعتبار انه انا مسلمه وضعوني في الطابق الاخير اللي هو بنات بس. فدي حاجه كانت يعني منهم هم جات. وعلى طول طريقي وحياتي في اليابان لقيتني حاجات كثيره من النوع ده، يعني انه مثلا نكون ماشيين رحله برضو عملات جامعه الانترناشونال ستودنتس، يقوم اجي القى مستدعيني في مكتب الطلاب الاجانب، فامشي مخلوعه يا اخوانا انا عملت شنو، فيطلع الموضوع ببساطه انه بكره طالعين رحله وحيكون مثلا في صويا صوص، الصويا صوص دي فيها كحول، انت عشان مسلمه حنجهز لك شكل مختلف ما فيه كحول، فاكلك مختلف عشان ما فيه كحول، برضو من غير ما انا اطلب. فيعني قمه اليابان رائعه وعالم تاني، وشعب يعني مهما تكلمت عنه ما حقدر انه انا اوفيه حقه. بالضبط كده. انا دائما لما الناس يسالوني اليابان كوكب اليابان، يا قول الناس وفيها روبوتات وناس بتطير، فاقول لهم لا فيها ناس محترمه، يعني محترمه بس. يعني اسي دكتور انور ممكن اكد على الحاجه دي، انا لما مشيت كوريا عاصمه كوريا بتشبه طوكيو كتكنولوجي، ما في اختلاف، في اختلاف في الانسان، اختلاف عنيف في الانسان. طبعا الكوريين المثل الاعلى بتاعهم اليابانيين. ايوه نعم، رغم الحروبات والهيستوري المآسي التاريخية، التاريخ. ممكن يكون برل بالمناسبة في السودان على السودانيين بالمصريين، في ناس لحد الليل عندهم حب شديد لمصر وبتاعه وبيشوفوها وام الدنيا وكده، رغم العلاقة المتوترة بيناتنا طوال يعني، لكن اليابانيين ما في كلام، يعني الناس اللي زاملتهم أنا ده في كوريا من اليابانيين كانوا مميزين جدا جدا، يعني من شدة ظرافتهم دي زي ما قلت انت بيضيعوا زمن كثير جدا يعني.
ايوه في زمن كتير، في جمل كتيره بتكون زرافه حتى الموضوع الاساسي وبعد ذاك زرافه. فالداخليه كانت تجربه ظريفه جدا. ثاني يوم تساقونا الجامعه، عملوا لنا كل الاجراءات بتاعه حساب البنك وحاجات كده مختلفه يعني، برضو بكل اللطف والظرافه. وبعدها بدينا رحله تعلم اللغه اليابانيه. انا كنت طالبه دكتوراه، فبالتالي ما محتاجه انه اخذ كلاسز كلاسز كثيره. اصلا كان مطلوب مني تقريبا 8 كريدت اورز بس، ايوه 8. فكنت بلقى كورسز بالانجليزي، لكن لانه معانا طلبه ماجستير ديل ديفينتلي في ات سام بوينت ان تايم لازم ياخذوا، عشان يكملوا الكريدت اورز بتاعتهم لازم ياخذوا كورسات. وبابليك يونيفرسيتي اوساكا الكورسات اللي بالانجليزي فيها ما كثيره. السبب الثاني انه درسونا ياباني، انه انت ماشي اليابان لازم تتكلم ياباني، يعني لازم تتكلم المينيمم اللي بيخليك تعيش الديلي لايف بتاعتك، لانه صعب جدا تلقى ناس بتكلموا انجليزي. واوساكا ثاني اكبر مدينه في اليابان، يعني الاجانب فيها كتار لكن برضو في مشكله الانجليزي دي. وحتى طوكيو لحد كبير هي ممكن تكون اكثر انفتاحا، ممكن تلقى اليافطات مكتوبه بالانجليزي كده، او المحطات تلقى لك دول شغال في المحطه بيتكلم انجليزي، لكن اوفرول عشان تعيش 4 سنين في اليابان محتاج ياباني. نعم فاخذنا زي 4 شهور intensive course نعم جميل. طيب ده 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 كلام جميل جدا وسح. يعني انا بفكر في الشجره الجميله بتاعت ساكورا الساكورا يعني اليابانيه يعني. طيب يا دكتوره، قبل ما اخوض تاني بنرجع للحته بتاعت الونس الجميله والذكريات الثرة دي في اليابان، السؤال شنو؟ السؤال ده دائما طبعا الناس البسطاء انا بعتبرهم، او الناس النايف طوال بيقول لك يا اخي الغرب ده دار يستعمرنا، عشان كده بيدفع قروش في المنح وكده عشان ايوه السبب شنو اللي بيخلي مثلا دولة زي اليابان تقوم تدفع ملايين الدولارات لمنح، ولبلد مثلا زي السودان هم باعتبار انه لو نحن جينا نحسبها اقتصاديا او نحسبها كده ممكن نقول ديك اليابان وده السودان، يعني ليه يدفعوا قروش عشان مثلا يشيلوا اولادنا وبناتنا يمشوا يعملوا عندهم دكتوراه وعندهم بحوث يعني هناك يعني. تقريبا هو في سببين أسي ممكن يكونوا جو في بالي، ممكن يكون في أسباب تانية، لكن السبب الأول إنه بصورة عامة كل الدول المتقدمة دي عندها أجندة بتاعت developing countries في أجندتها، يعني في مشاريع الحكومية. لأسباب ممكن تكون متعلقة بإحساسهم بالمسؤولية تجاه الدول العالم الثالث، باعتبار إنه يعني مثلا الدول الغربية are in a way باين باك بيدفعوا في العملو مثلا من الحرب العالميه لحد هسه الاستعمار الى اخره. واليابان برضو عندها التوجه ده بالذات اتجاه الدول الاسيويه برضو اللي هي كانت مستعمره. لكن مثلا في حاله الحكومه اليابانيه، منحه الحكومه اليابانيه مفتوحه لكل الدول، يعني انا بعرف سويسري جاب حكومه الحكومه بمنحه الحكومه اليابانيه جرى في اليابان، يعني ما مقتصره بس على دول العالم، على دول العالم الثالث، بل اي بلد اليابان عندها معاه علاقات دبلوماسيه، بالتالي اللي هي كل بلدان العالم، بالتالي بتطرح المنح دي عندها في سفاراتها للناس دي عشان يجيبون. لو اخذت اليابان كمثال، لانه انا ممكن يكون معلوماتي اكثر، يعني ممكن اقول برضو واحده من الاسباب انه اليابان بتحاول رغم انه هم ما بحاولوا شديد، يعني دارين يحاولوا وما دارين يحاولوا انهم ينفتحوا على العالم بصوره اكبر، نعم وبرضه دارين يزيدوا نسبه الاجانب في اليابان، مع انه ده الكلام اللي هم بيقولوه، لكن لما تيجي تشوف سياساتهم ويا هو الانجليزي ما ساهل واي شيء بالياباني والى اخره، بتحس انه في تعارض بين هدفهم في انهم ينفتحوا اكثر ويجذبوا مهاجرين وبين الحاصل. لكن ممكن يكون التغيير بطيء، يعني اليابان اليوم ما زي اليابان قبل 20 سنة أو 10 سنين، في انفتاح أكثر. فالمسألة برضو بتاعت إنه أعداد المواليد في اليابان بتنقص، وفي تنبؤات إنه سنة 2050 لو استمر الموضوع بالطريقة دي حيفضل من الشعب الياباني ما عارفة كم في المية. فبرضو في محاولات منهم إنه هم يعني يجيبوا الناس لبلدهم. وفي منحة الحكومة اليابانية ما بتجبر الشخص إنه هو يرجع يشتغل في البلد، ولكن في منح تانية كثيرة بتقدمها اليابان، منها المنحة اسمها آبي، ما عارفة اختصار لشنو، African Something Initiative. دي منحة بتاعت ماجستير، بالإضافة لدراسة الماجستير الشخص بيعمل internship في اليابان في شركة، ودي لازم ترجع بلدك تشتغل فيها، يعني هم بيجيبوك يأهلوك يدربوك عشان ترجع
تستخدم الحاجات اللي هم علموك ليها دي في تأهيل وتدريب بلدك. فدي واحدة برضو واحدة من الأسباب، يعني إنه ممكن تكون إحنا الأسباب الممكن يساعدوا بها. نعم بالإضافة للسبب الأخير اللي ذكرته أنت، اللي هم متبنينه ناس كتار، منهم صديقة مقربة جدا لي اللي هي نظرية المؤامرة، إنه إنه إحنا حنمشي ندرس عنده ونتحول لجواسيس نجي نخدم أجندتهم. لكن أنا من هذا المنبر بأكد إنه أنا ما جاسوسة يابانية بتاتا. أصلا الياباني اللي بعرفه نسيته، فما في طريقة أصلا أتجسس وأكلمه. نعم، هي طبعا مهمه جدا الحته بتاعت اللي هي الانفتاح وال التبادل الثقافي. يعني انت الليله مثلا تستضيف سنويا مثلا 20 سوداني او 30 نيجيري و50، يعني ده ذاته بيحصل لك انت زي يعني معرفه جديده، انت حتتعرف على الشعوب دي، حتتغرب منهم، حيحصل لك يعني، وبعد ذلك ذاته بيكون في لويالتي. يعني انا مثلا اكيد طبعا انت بتكون متعاطفه جدا مع اليابان وتسمع إلى أقصى اخبار حد. وطوالي بيكون، يعني دي برضه دي 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 من الحاجات المحاسن بتاعت التبادل الثقافي. طيب يا دكتوره، نرجع للحته بتاعت البحث العلمي ومرحله الدكتوراه. طبعا مرحله الدكتوراه مرحله يعني شاقه جدا، يعني يعني مرحله الزول بيكون دائما عايش في ستريس، يعني فكل ما السوبرفايزر ناداه قال لك تعال نتكلم معاه، كل ما لقيت منه ايميل، كل ما يعني الحاجه دي بالمناسبه بترهق. يعني انا اتذكر في واحد رقد مستشفى عديل يعني من الموضوع ده، يعني شعورك شنو كان وتعاطيك مع الموضوع ده يا دكتوره؟ فترة الدكتوراه زي ما أنت ذكرت كانت فترة يعني very stressful إلى أقصى درجة من درجات الضغط والستريس وكده. وأنا بالنسبة لي الموضوع كان صعب، لأنه أنا بعمل في دكتوراه في مجال أنا درست مبادئه تقريبا. يعني بتذكر إحنا في البداية هو أخذنا الأربع شهور بتاعت الانتنسيف جابانيز كورس دي، بعدها كان تحضير للإنترنس إكزام. يعني أنا ما بديت الدكتوراه إلا بعد سنة من مشيت اليابان، لأنه في إنترنس إكزام لو نجحت بعد ذلك بتبدأ الدكتوراه. فعشان كده هي الفترة كلها كانت 4 سنين، ما 3 سنين، اللي هي فترة الدكتوراه 3 سنين. فلما مشيت قابلت السوبرفايزر بتاعي المرة الأولى والبروبوزل بتاعي عن البيزنس اند ايكونوميك فوركاستين وموديلين وكذا. طبعا لما تقدم بروبوزل لمنحة بتكون داير انه يتقبل بأي طريقة من الطرق، فبتاخد فيه أي حاجة، يعني بت 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 بتنفخه وبتبتدي تكتشف انه ده كله ما بيتعمل في 3 سنين اكيد يعني. فأول يوم لقيت فيه البروفيسور فوكوشيجا اللي هو ده أستاذي، فسألني عن كورسات الإيكونومتريكس اللي هو الاقتصاد القياسي اللي أنا أخذتها. فلما شرحت له إنه أنا ما أخذ مبادئ إيكونومتريكس، كانت دي بالنسبة له يعني مفاجأة، وقرر بناء على كده إنه أنا لازم أقرأ يعني intensive في الفترة الأولى، يكون القراءة بتاعتي في الإيكونومتريكس بمعدل عالي جدا، وكان فعلا عالي جدا. اللي هو الزول ده أداني كتاب، قال لي الكتاب ده كل أسبوع تجي يكون عندك presentation في chapter. الناس اللي عملوا دكتوراه عارفين إنه الموضوع ده بيكون على مستوى اللاب كله، يعني كل شهر بيكون البرزنتيشن على زول عن انه عمل شنو مثلا، عن انه بحثه ماشي كيف. لا، انا كان عندي كل اسبوع برزنتيشن لمده سنه ونص، 3 كتب كل سمستر بيكون عندي برزنتيشن. فكانت حاجه ضاغطه جدا، يعني تخيل انه بالاضافه لانه انا بعمل في بحثي، او ده كان في الفتره اللي كنت فيها ريسيرش ستودنت قبل ما ابدا البحث، نزل لي الكتاب الاول بمشي اقرا وبجي اقدم له برزنتيشن، ويا قولوا هو قال لي انا حاجب لكي الطلبه اللي بيتكلموا انجليزي عشان يسالوك اسئله صعبه بالحرف. بالكلام اللي قالوا لي. فكان فعلا بجي بلقي بس الطلبه اللي بيتكلموا انجليزي موجودين ومعاهم الاستاذ وبقدم كل اسبوع. فكان ضغط يعني عنيف، لكن في نفس الوقت كان برضو احسن حاجه حصلت لي، لانه انا يعني لو ما كان اذا قال لي مثلا امشي اقري التكست بوك ده ما حأقرأه، أو حأقرأه لكن ما حأجتهد فيه شديد، لكن لما يكون عندي presentation حأقرأه فعلا وحأقدم I'm going to present a chapter، حأدرس عديل. فدي كانت حاجة كويسة جدا، خلتني إنه أنا الليفل بتاعي يعلى شديد في فترة قصيرة جدا، وأتحول من المبادئ اللي أنا كنت عارفاها، لأنه أصل المرحلة بتاعت كتب very advanced، يعني لما أفتحها بتكون كلها رموز ألف وبيت وحياتي، يعني ما في يعني بتفتش لك كلام ما بتلقاه أصلا.
فعلى قدر ما الموضوع كان ضاغط، على قدر ما في وقته ما كنت أفهم إنه دي حاجة كويسة، لأنه أنت وأنت مضغوط بتكون حاسس إنه ليه، وبرضه في نفس الوقت كنت شايفة أساتذة الناس التانية يعني ده ما قاعد يحصل عندهم. وعموما كانوا لما بحكي القصة دي كانوا دايما الطلبة بيقولوا لي إنه أصلا هو معروف إنه أستاذ صعب، فده خلاني أخاف أكتر. وهو فعلا هو مش صعب، هو ديماندين، هو بيطلب كتير جدا، بيطلب كتير جدا. وصلني مرحلة إنه أنا اتعودت على السيستم ده، إنه أنا يعني بقيت يابانية أكثر من اليابانيين. فحتى في مرحلة كان قال لي you are a hard worker، فزميلتي قالت لي لما ياباني يقول لك الجملة دي معناها أنت قلبتي هوبا. كنت عايزة أقول لهم ما منك يعني، أنت من أول يوم كان الموضوع هاك الكتاب ده مشي تقدم لي برزنتيشن فيه كل أسبوع. فعلى قدر ما كانت فترة ضاغطة شديد، على قدر ما استفدت منه شديد جدا. وبعد ما انتهيت من الموضوع بتاع إنه خلاص يعني قريت التكست بوكس وبدأت أشتغل ريسيرش، برضو كان عندي معه برزنتيشن كل يوم. نعم. سوري، كل أسبوع. كل أسبوع لازم يكون عندي معه برزنتيشن في أوريه حصل شنو في الريسيرش. وأسبوع ده الناس اللي بيعملوا ريسيرش عارفين إنه ما زمن كافي لأنك تعمل حاجة. فأنا عادي بكون ماشية مكتبه وعايزة أقول له والله ما حصل شيء في الأسبوع ده يعني، لا ما في جديد. لكن ده برضه شيء عادي يعني، هو أفتكر كان عارف إنه ممكن يكون ما في شيء جديد، لكن كان ختيني دايما يعني في تحت الضوء، بحيث إنه أنا تو يعني تو جيف مور. نعم. ولأنه أنا كنت الطالبة الوحيدة الأجنبية اللي عنده، فبرضه كان حاسي إنه اليابانيين دي ممكن أقدر عليهم، لكن دي أتعامل معاه كيف، أجيبه كل أسبوع معنا أشوف بيتعمل في شنو كده. ف ده 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 كلام جميل جدا. طبعا يا جماعه لحد الان احنا ساعه ونص يعني مرت، يعني كأنها يعني 10 دقائق او ربع ساعه يعني، فما زالت المنصه يا جماعه مستمره مع دكتوره نعمه الفاتحي حامر، مزوله الشؤون الاقتصاديه في مؤتمر الامم المتحده للتجاره والتنميه، وهي الان المدير التنفيذي لمؤسسه الباحثين السودانيين، عندها ما شاء الله تبارك الله دكتوراه في الاقتصاد القياسي جامعه اوساكا في اليابان، وقبلها بكالوريوس وماجستير العلوم الاداريه جامعه الخرطوم. طيب يعني شنو اقتصاد قياسي؟ انا الكلمه دي بقيف عندها كثير لانه بلقاها دائما، يعني بلقاها يعني شنو يعني ناسي قريبا انا عرفتها، انه البوليتيكال ايكونومي، الاقتصاد السياسي يعني، وزي ما انت قلتي الاقتصاد والسياسه مربوطات ببعض بصوره يعني عميقه جدا، لكن يعني بحاجه بسيطه كده، يعني شنو اقتصاد قياسي؟ القياس، الاقتصاد القياسي هو الفرع من الاقتصاد، ممكن نقول هو الرياضيات والاحصاء بتاع الاقتصاد، يعني الفرع الاقتصاد اللي بيهتم باثبات النظريات الاقتصاديه رياضيا، يعني الفرع المتعلق بالمساله بتاعت القياسات المختلفه في الاقتصاد. وتقريبا اي شخص حيقوم ببحث اقتصادي ديفنتلي عنده موديلينج في جزء من البحث بتاعه، هو تكوين لنموذج اقتصادي واختبار لهذا النموذج الاقتصادي. فكل الناس بيستخدموا يعني كل الاقتصاديين بيستخدموا الاقتصاد القياسي الى حد ما في اثبات نظرياتهم او مش نظرياتهم، اثبات بحوثهم وتحليل النظريات الاقتصاديه المختلفه. يعني مثلا الليله احنا لو عاوزين نعمل ريسيرش عن انه العلاقه شنو بين البطاله والتضخم الجي دي بي مثلا، ولا اللي هو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم وكذا، ممكن نقوم نعمل معادلة رياضية، والمعادلة الرياضية دي عندها شروط معينة يعني، والبيانات اللي بنستخدمها فيها كذلك عندها شروط معينة، ونختبر النظرية، نختبر العلاقة دي، ونجي نقول والله في السودان مثلا لو زادت نسبة التضخم بكذا هيحصل كده مثلا للجي دي بي. طبعا ده حاجة مبسطة شديدة عن الاقتصاد القياسي، هو بحر واسع، لكن لأن الناس اللي معانا ما متخصصين ممكن يكونوا في الفكرة إنه هو تحليل وهو قياس للنظريات الاقتصادية بصورة رياضية وبصورة إحصائية. تمام. طيب يا دكتورة خلاص يعني ما دايرين نحصل عليك شديد في الحتة بتاعت الدكتورة دي، خلاص يعني مثلا دار يعني قبلي في حاجة مهمة جدا جدا، اليابان بعيدة جدا من السودان، حتى الفرق بتاع التوقيت كم ساعة؟ كان 6 ساعات، حاليا 7 بعد ما سبعة رجعت ساعة. الساعة. طيب البعد عن البيت من باعتبار انك انت يعني فتى البيت المدلل يعني ان صح التعبير يعني، فيعني الحاجة دي يعني اتعاملتي معاها كيف، وناس البيت يتعاملوا معاها كيف يعني؟
كانت صعبة جدا جدا جدا، لكن في نفس الوقت الإنسان بيتعود، وبعد شوية لما تدخل في مرحلة الحاجة الميزة في الدكتوراه دي على قدر صعوبتها، ما بتديك زمن إنه أنت تقوم تحزن كده وتقول والله بتكون تعبان، ترجع البيت أصلا حاسس إنه أنا عايزة أنام. ف كانت صعبة شديد يعني، والحق يقال كنت كان حاجة تجربة جديدة يعني، كل حاجة جديدة، بلد جديدة بعيدة من ناس البيت، دراسة جديدة لأنه غيرت مجالي لحد كبير. فالوقت ذاك كان برضو موضوع الواتساب كولز والحاجات دي ما في، ولا بدأت تيادات تبقى فيه يعني، ما الكلام ده 2014 يا جماعة، ما 1994، لكن برضو يعني في اختلاف شوية. فعلى قدر ما كانت صعبة، على قدر ما برضو كانت ممتعة جدا بالنسبة لي، وكانت صعبة جدا كذلك برضو على ناس بيتنا يعني، لكن كان الحل للحاجة دي إنه أنا أحاول إنه أنا أجي السودان يعني كل سنة، باعتبار إنه يعني الزول طالب والمنحة برضو على قدر حالة، لكن أهدافي بتاعت التوفير كلها كانت تصب في نطاق إنه وقت ما يكون عندي إجازة، وقت ما أستاذي ما يكون عنده كتاب أنا المفروض to present، أحاول إنه أنا أكون في السودان. لكن على قدر برضو ما كانت challenging، على قدر ما إنه الزمن اللي كان فيه والزول قاعد يعني وحيد، دي كانت فترة برضو لاكتشاف الذات مرة تانية، الرجوع للهوايات مرة تانية، قراءة كتب كثيرة بعيدا عن الكتب الدراسية، والتعرف على ناس من حضارات ثقافات وبلدان مختلفة، وكان عندها مميزات في نفس الوقت اللي كان فيه إحساس الفقد لناس البيت والصعوبة يعني. أجمل حاجة كانت فكرة الاعتماد على النفس، فكرة في السودان وأصغر زوال في البيت، الوالد الله يديه العافية كان بيجي يسوقني من الجامعة لحد تانية جامعة، بعد ذاك اعتمدت على نفسي لحد ما. اي حاجه ممكن تكون انت عاوز تعملها، حتى لو انا حاسه في السودان انه انا عندي القدره اعمل حاجه دي براي، الاخوان الاكبر مني والناس البيت بيكونوا حاسين انه ده دورهم، او انه في تعويده انه يدعم لي الحاجه دي مثلا. فلما تعتمد على نفسك وتكتشف انه انت عندك طاقات ما استخدمتها في السودان، لانه ما اتيحت لك الفرصه اصلا انك تستخدمها، وعندك مقدرات اكبر مما انت بتتخيل، و you can take care of yourself، وممكن تمانج الحاجات، تمانج البادجت، أول حاجة المنحة مبلغ كذا مفترض أسكن منه، مفترض آكل وأشرب منه، مفترض إذا في زمن ترفيه أرفه منه، أوفر عشان أجيب التيكت اللي حقدر أسافر بيها السودان. فبتيجي تلقى إنه أنت بتملك قراراتك كده، وبتكتشف إنه أنت بتقدر تعمل حاجات، السودان وترابطه الاجتماعي العنيف ما سمح لك إنك أنت تعملها. فبجد قعاد الإنسان براه بيخليه يكتشف عن نفسه حاجات كثيرة شديد ما كان عارفها. نعم، ده كلام يعني كلام سليم جدا جدا يعني، ودي دعوة لكل الناس يا جماعة، الناس الدارين يمشوا ويسافروا ويجروا برا يعني أول حاجة الحاجة دي ما سهلة، لكن أنت بتعاي للمحصلة شنو، تمام. هم نحن زمان يعني في الابتدائي كانوا بيقولوا لنا من طلب العلا سهر الليالي يعني، تمام. فمهمة جدا انك انت لما تمشي عايز تقرأ برا وعايز تجيب يعني مثلا شهادة عليا عشان تيجي تعمر بها بلدك او ترفع بها المستوى المعيشي بتاع نفسك، الحاجة دي ما سهلة يعني، تمام. طيب معانا دكتور رازي، لانه دكتور رازي عشان الوقت ما يكون مداخل عندك، فتفضل يعني لو عندك مداخلة يا دكتور. دكتور رازي اسماعيل. مرحبا دكتور ياسين، الأستاذة الجميلة نعيمة نعمة، كيف أحوالك؟ إن شاء الله طيبة. بخير الحمد لله، الله يخليك. حقيقة بداية أو عودة قوية للبرنامج مساء الخميس، وأنا رغم أنه قلت لك يا ياسين، قلت لك الخاص كده أنه أنا حامشي، طبعا شوف خارج السودان بتحصل لك يعني مواقف كثيره جدا جدا، وانت فنحن الليله فاتتنا عربيه المويه، فقسم عشان حصل نجيبها، طبعا في السعوديه ما في مويه بيجيبوها من الصنبور. اولا انا سعيد جدا بانه نحن قدرنا ننتزع دكتور نعمه دي من الاداره الى مجالنا اللي هو الاقتصاد القياسي والاحصاء. ده انا افتكر انه انتصار كبير بالنسبه لنا حقيقة يعني. بعدين هي قدرت تنجز في سن مبكر جدا، ودي ما يلقاها إلا الذين صبروا، يعني أنا أتمنى التوفيق. الحاجة الثانية يا دكتور ياسين، يعني أنا بحب التجارب المختلفة، بمعنى
يعني هسه كل الناس اللي بيطلع من السودان بيجوا الخليج زينا كده او بيمشوا اوروبا. نادرا تجد شخص مشى اليابان. انا من الحاجات اللي بتذكرها جدا يعني اجمل جلسه جامعيه قعدتها يمكن الوقت ذاك نعمل ذات كانت في جامعه الخرطوم قاعده. انا ذا مدرسه في جامعه الخرطوم في الماجستير. كان عندنا زميلنا درس او مشى فتره اليابان وفي الفتره ذيك حضر زواج اميره اليابان. فحكى لي تفاصيل كانت غريبه جدا يعني ما كان ممكن تتخيل انت ممكن تستمع بطريقه مباشره لزول كان في 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 منطقه انت وفتح له في يوم من الايام. يعني هسه احنا اليابان في التلفزيون ما قاعدين نشوفه كثير، ما في اخبار كثيره منها. ما لما يمشي يعني شخص يدرس فيها يقعد 4 سنوات جوه اليابان ذاته ويشوف الشجره اللي اسمها شنو يعني ما ساكورا. ساكورا انا حقيقه الهمني او انا قاعد في القعده دي ومستمتع. مره جاتني دعوه من سفاره اليابان في السودان لحضور يوم وطني. افتكر الكلام ده كان 2004 2005 تقريبا. كان في قاعة الصباح. الناس دي مهذبة بطريقة مبالغ فيها. يعني أول ما تمشي بتكون أنت لاحظت the sign of respect عندهم. يعني بعدين لما تجي داخل الدونة يعني اللي هو البروشور بتاعهم دايا بلغات العربية والإنجليزية واليابانية. يعني بيحترموا إنه الشخص ده مسلم، بيحترموا إنه الشخص ده بيتكلم لغة غيره. هم الحياة دي كلهم أوير بيها. ف يعني دكتوره نعمه انت انا عندي سؤالين كده او سؤال واحد. تفضل. انت قضيتي 4 سنوات مره واحده هناك ولا لا كان في بريك؟ ولما جيتي راجعه السودان سواء اثناء الفتره او بعد نهايتها قدرتي تعرفي لاي مستوى نحن يعني انت حصل لك جم قدر شنو في حاجاتك العامة وحياتك الخاصة اللي انت يعني اثناء ما مشيت هناك وجيت راجعة بالتأكيد بتكوني جاية بتجربة. وانا متأكد انت بتكوني عايزة لما توصلي يجي يسألوك. وانا شخصيا لو لقيتك حاسألك من حاجات مختلفة يعني كيف الأكل هناك، كيف قضيتي يومك الأول، كيف وانت راجعة، بيختلف شنو من السودان يعني الحاجات دي. شكرا شكرا لك، شكرا جزيلا على كلامك اللي قلته على الأسئلة. أنا قضيت 4 سنين في اليابان متواصلة، يعني كنت بجي كل سنة السودان لمدة تقريبا 2 أو 3 أسابيع في ال4 سنين، لكن قضيتها كلها متواصلة لأنه أصلا المنحة ما في إمكانية إنك أنت تقطع وتجي راجع، وفي ناس بتحصل لهم مشاكل يعني حقيقية، فممكن في الحالة دي مثلا مرض أو كذا ممكن يتعاونوا معك في الحالة دي، لكن في الحالات العادية لازم تواصل المنحة 4 سنين وبتقيف. فأي تأخير أو كذا بتكون بعد ذاك مع نفس يعني تكون تفترض تتصرف بنفسك في المصاريف وخلافه، ودي حاجة شبه صعبة أو مش شبه صعبة شبه مستحيلة لأنه اليابان بلد غالية جدا، فلازم يكون في مصدر بتاع دخل منحة أو كذا. اليابان كانت تجربة عظيمة جدا جدا جدا، وكانت حاجة مبهرة بالنسبة لي. تعلمت في ال4 سنين دي كل يوم حاجة جديدة. ولما جيت السودان، لما جيت راجعة في 2018 ما حصلت لي الفكرة بتاعت الريفيرس شوك دي، لأنه أنا عندي دائما الحركة بتاعت إنه أنا يعني لكل مقام مقال، ما حاجة السودان أتعامل معه بالإكسبكتيشنز بتاعت اليابان، يعني كده حكون ظلمت السودان، ده حيكون شيء غير منطقي. لكن كنت جدا عايزة أعكس أو التجربة اللي أنا اللي حصلت ليا والحاجات اللي أنا استفدتها، كنت على قدر الإمكان عاوزة أجي أعكسها في السودان، عايزة أقدر أغير. يا هو الإحساس بتاع أي زول شاف حياة كتير عظيمة ونفس الحياة دي تحصل في بلده. فجيت ياهو بالاندفاع بتاع انه نحن وممكن الى حد كبير اتضح انه ما نحن شديد وما ممكن شديد، لكن برضو ممكن الى حد ما يعني. فجيت راجع السودان بطاقة هائلة جدا وبحكاوي كثيرة شديد عن ما حاجات عشان تكون ونسة على قدر ما تكون حاجات بتوري انه التحسن المستمر ما حاجة مستحيلة، وفي حاجات بسيطة يعني لو طبقناها ابتداء
باحترام الوقت يعني. دي ما حاجة مستحيلة ولا محتاجة ريسورسز مالية ومحتاجة تغيير في الاتيتيود يعني إلى حد كبير يعني. فده حصل يعني. مشيت يس لما مشيت اليابان كان في جمب هايلة جدا, ولما جيت راجع السودان كان في محاولات إنه شنو ممكن نستفيده من التجربة دي ونقدر نعمل ونعكسه في الجامعة في السودان مثلا. نعم يديك العافية. طيب يا جماعة نحن عشان يعني مصرين إنه الحلقة ما تفوت الساعتين. شكرا لك دكتور رازي. طيب تامر تفضل. تامر شايفه رافع يده. سامر دي عندنا استحالية في قطرنا معاكم. قطارنا بنعرف قطاراتنا بنعرفها. كيفكم؟ السلام عليكم. والله أنا سعيد طبعاً اللي قاعد بسمع من جميل يعني, واللغة جميل جداً, و يعني التجربة بتجلي يعني سرة وفيها كثير من الواحد يعني حاجات كثيرة ممكن الواحد يستفيد منها, والناس الموجودين برضو يستفيدوا منها يعني في الجروب من طلبة وقاعدين وغيرهم يعني. كل الحاجات دي أنا كنت عاوز يعني أعرف دي حاجة خلي ممكن تفيد الناس الطلبة الموجودين في المفكر في إنه يدرس الدكتوراه في اليابان. أعتقد إنه حاجة على الحتة دي, وأنا رغم إنه الدكتور ياسين يعني تقريبا طلع من الحاجة دي. النظام بتاع دراسة الدكتوراه في اليابان إنه هل كان في كورسات انت المفروض تحضريها قبل ما تعمل انترنس اكزام, ولا كان ريسيرش مثلا, ولا كيف كانت النظام بتاع الدراسه بتاع هناك في اليابان؟ طبعا اليابان معروفه يعني من الدول الرائده في مجالات معظم المجالات او المجالات كلها يعني, وفعلا يعني تجربه جميله جدا. معليش على الصوت. ما في مشكلة. شكرا يا تامر على السؤال. مهم جدا فعلا. النظام الدراسي بالنسبة للدكتوراه أنا حقول الاثنين الدكتوراه والماجستير. الماجستير هو بكون عادة سنتين, وبكون سنة ونص منها كورسز, والسنة الأخيرة بتكون باي ريسيرش تقريبا. يا هو زي نظام الام اس سي في كل العالم يعني. الماجستير في الجامعات الببليك عادة بيكون الكورسز جزء كبير من الجزء الأكبر منها بالياباني. فأي شخص ماشي عايز يدرس في جامعة بابليك طوكيو أوساكا كيوتو يتوقع إنه هو حيكون في كورسز بالياباني. ممكن إذا الكورسز دي فيها مثلاً كورس وورك مثلاً فيها بريزنتيشن أو فيها مثلاً أسايمنت يخلوك تسلمه بالإنجليزي. الريسيرش بالإنجليزي في الحالة بتاعت الماجستير. في الحالة بتاعت الدكتورة أو قبل ما أمشي للدكتورة البرايفت يونيفرسيتيز في جامعات خاصة ممتازة جداً زي دوشيشا يونيفرسيتي و في واحدة نسيت اسمها, درسوا فيها سودانيين برضو بعرفهم بصورة شخصية بالإنجليزي جامعات الخاصة. ما كلها لكن جزء كبير منها, وهي برضو في إطار مستواها وكده كويسة جدا يعني, حتى المستوى بتاع الريسيرش وكذا. الدكتورة بتكون باي ريسيرش بتكون 3 سنين. قبلها الانترنس اكزام بيختلف على حسب نظام الجامعة. في جامعات عندهم امتحان عديل بيكون امتحان مثلا, انا في حالتي مثلا لو كنت حدرس اقتصاد حيكون في امتحان مثلا بتاع احصاء, في امتحان بتاع ايكونومكس وكذا. في جامعات بيكون فيها برزنتيشن بس, يو بريزنت الريسيرش بروبوزال بتاعك, وبكون يعني في جريلينج ممتاز بيجيبوا لك فطاحله الجسم, وبكون في اسئله كثيره شديده عشان يعرفوا الى اي درجه انت ملم بالبحث دي او بالبروبوزال بتاعك, ولا اي درجه انت عندك المقدرات اللي حتسمح لك انك انت تواصل يعني. لكن overall نادرا ما يعني في cases بتاعت ناس ما تقبلوا في الانترنس exam ورجعوا, لكن يعني في جامعتي أنا وفي قسمي ما كانوا كتار يعني, كانت 2 or 3 cases, ولكن معظم الدفعة مشت. الدكتورة فيها 8 credit hours كان في كليتنا يعني, تقريبا 4 كورسات يفترض تعملهم في 3 سنين, فبيكون عندك براح يعني. أنا حتى كان انتهيت منهم في السنة الأولى, وبعد ذلك بقيت بحضر رسائي من غير ما تكون محسوب لي الكريديت اورز, لكن كل ما اسمع انه في كورس بالانجليزي بمشي. وطبعا لما يكون عندك عارف انك ما حتمتحن اصلا بتكون ريلاكس كده ومستمتع اساسا بالكورس لدرجه كبيره. فده نظام الدراسه. شكرا لك. شكرا يا تامر على المداخله الجميله وانت في القطر يعني, يديك العافيه والله. طيب قبلي بس ما امشي لهيثم عنده سؤال مهم جدا. طيب خلص الدكتوراه يا دكتوره, الخطوه اللي بعدها شنو؟ لانه كل ما الزول بيخلص خطوه بالذات يعني مثلا
عودتيني انك انت انتهيتي من المدرسه المتوسطه، خشيتي المدرسه الثانوي العالي، كان عندك طموح اكثر، خشيتي الجامعه طموح اكثر. يعني كل ما الانسان نجح كل ما طموحاته زادت. يعني خلصت الدكتوراه، كان الخطوه اللي بعدها شنو يعني والحصل شنو؟ خلصت الدكتوراه وكنت عارف ان انا حرجع السودان، ما حاولت في اي لحظه من اللحظات انه انا اقدم لانه اشتغل مثلا ريسيرشر في اي في جامعتي في اليابان، او اقدم لبوست دوك، لانه وقتها كان ارتباطي بالسودان كبير جدا، وكان الطاقه بتاعت انك انت اكتسبت حاجات كثيره وعايز ترجع تفيد بها البلد، بالاضافه الى انه انا فاقده اهلي، واربع سنين كانت كثيره وخلاص يعني كفاية. وكنت راجعة الجامعة تماما، عايزة أواصل طريقي وسكتي في الجامعة وفي التدريس، الحاجة اللي أنا اخترتها أصلا لنفسي، والحاجة اللي أنا متأكدة إن أنا بستمتع بيها وعايزة أعملها. فرجعت السودان عن قناعة تامة، في وقت الناس بيقولوا لي فيه إنه البلد بدأت تدهور، اللي هو ده 2018، يعني كانت لسه أحسن بكثير من الوضع الحالي، لكن كانت بدايات يعني الانهيار الاقتصادي اللي بدأ يحصل وما وقف لحد الآن. فلكن كنت مصر أرجع، وكنت واعية تماما بالمخاطر بتاعة الرجوع، وكنت متأكدة تماما إنه دي الحاجة اللي أنا عايزاها. وقد كان رجعت السودان في 1/4/2018، و2/4/2018 كنت في الجامعة، جامعة الخرطوم، وبعد 3 أيام كانت أول محاضرة لي بعد الدكتوراه، وكانت محاضرة في الاقتصاد الكلي للمستوى الثالث تقريبا، السمستر 5، السمستر الأول. فرجعت ودخلت طوالي في المود بتاع التدريس والمحاضرات. نعم. طيب هيثم، هيثم تفضل. يديك العافية دكتور ياسين. يا دكتور نعمة، صراحة أنا واحد من الناس كنت قاعد أفكر إنه نحن عشان نرجع زي ما أنت ذكرتي بالسيزون الثاني، والله يعني دي مسمى جاء في وقته، كنت شايل هم الضيف الاول والدخل انه للسيزون الجديد، لكن صراحه يعني ابهرتينا بالحضور بتاعك الانيق، الثقافه الثره، المعلومات القيمه، السرد الجميل اللي خلانا ما نحس بالزمن اللي فات. وانا بشفق على دكتور ياسين، الزمن قرب ينتهي وفي حاجات لسه نحن ما عرفناها حقيقه. انا عشان ما اطول عندي سؤالين، انا قبل ما اجي للسؤالين مقدمه كده بسيطه وهدخل السؤالين. دكتور ياسين عارف انا بحب الاقتصاد، انا واحد من الناس اللي كنت قريت اقتصاد ودخلت على الرغبه، وبحب جدا ان الناس تقرا اقتصاد، والحاجه اللي انا كنت متمنيها في حياتي انت ذكرتيها انه الاجيال الجديده بقت تقرا اقتصاد، لانه ده ابو العلوم. انا شايف من غير أيوة. اقتصاد ما في بلد بتعيش، يعني البلدان احنا بنهاجر لها دي بنهاجر لها عشان الاقتصاد ما عشان حاجه ثانيه، يعني بنشيل خبرتنا وعلمنا اللي احنا قريناه عشان نمشي نمارسها في حته ثانيه. ده بيقودنا للسؤال اللي انا درس لك ليه. الحاجه دي باعتبار انا درس لك ليه لانك انت، انا الزمن اللي اتخرجت فيه من الجامعه انت دخلت الجامعه، فاحنا قاعدين نشوف راي نحن، خلينا نقول الاجيال اللي ورانا. نحن في السودان يعني دائما كان مربوط الاقتصاد وعلم الاجتماع، وانت انا اول مره اعرف انه العلوم الاجتماعيه والعلوم الطبيعيه الفرق بيناتهم حسب ذكرتيهم، انه ليه كان الاقتصاد في السودان تحديدا رابطينه بعلم الاجتماع؟ ليه ما زي رابطينه بالعلوم بتاعت الاداره والبزنس زي البلدان الثانيه؟ في نقاش كان داير انه لا والله لانه طبيعه السودان فيه مشاكل اجتماعيه ومشاكل اقتصاديه، فلازم تيجي الحته بتاعت انه لازم الناس تدمج العلمين دي مع بعض عشان نقدر يعني ينهضوا بالسودان، لانك انت ما بتضع زي ما انت ذكرت موضوع اقتصادي من غير ما تكون عملت دراسه اجتماعيه، ومن غير ما تنهض بالمجتمع لو ما انت جبت لك نموذج اقتصادي يتناسب مع المجتمع اللي احنا ذكرناه. انا اسمح رايك في الحته بتاعت انه العلوم الاجتماعيه في العلم الاقتصاد في السودان مربوط بالعلوم الاجتماعيه اكثر من العلوم بتاعت البيزنس والاداره. السؤال نمره 2، واحده من الحاجات انا ذكرتها انه لو في حاجات خلتنا نكره الحكومه السابقه، بس انه في اجيال كثيره طلعت من السلم التعليمي عشان يعني المواصلة في سلم التعليم عشان العملية بتاعت التعريب دي، ضيعوا فيها أجيال كثيرة إنه عربوا لهم من غير حاجة مفهوم، باعتبار إنه نحن السودان دولة متلقية للعلوم مش مصدرة للعلوم. طالما إحنا متلقيين للعلوم فمعناته إن إحنا محتاجين نقرأ العلوم باللغة اللي هي تجينا فيها العلوم دي. الحتة اللي أنت ذكرتيها إنك أنت درست بعربي والماجستير عملت شيفتنج للإنجليزي بعد ده مشيتي، من العقبة الأساسية لأي زول يقدم لي منحة، حسنا موجود في النرويج شركتنا
دائره موظفين يكونوا بيشتغلوا من على البعد، لكن حتكون المشكله الاساسيه للناس اللي حيقدموا من السودان اللغه الانجليزيه. انت العقبه اتغلبت عليها كيف؟ مرحله الماجستير قويت الانجليزي عشان انت تمشي بها المنحه، ولا كان من مرحله سابقه انت اوريدي عندك البيزك؟ انا بس داير الناس اللي هم عندهم المشكله بتاعت الانجليزي وتخرجوا، خلينا نقول لهم 3 سنة 4 سنة، كيف ممكن يرجع انه هو يكون عنده طموح للمنحه ويكسر حاجز الانجليزي ده؟ وشكرا لكم، والحمد لله اخذت 3 دقائق يا ياسين. شكرا لك، شكرا هيثم على الاسئله، اسئله ممتازه جدا. بالنسبه للسؤال الاول بس اوضح، انا العلوم الاجتماعيه قصدي بها العلوم اللي حاليا بيسموها كليات ادبيه، اللي هي الاقتصاد، العلوم الإدارية، القانون، والآداب اللي هي الآداب ممكن تكون علوم إنسانية برضو. فأنا بفتكر إنه هي يفترض تعد تسميتها إلى، لأنه هي كلها علوم، يعني إحنا ده كله ساينس، ده كله علم، فمفترض يكون اسمها العلوم الاجتماعية، وناس الهندسة والطب وديلا اسمهم العلوم الطبيعية. طيب أنا تقريبا العارفة بس وإنه بس حتة بسيطة اللي هي، لأنه في السودان مثلا كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية، أيوة لا، علم الاجتماع في فريق بين علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية، يعني علم الاجتماع ده اللي هو يعني حتكلم عنه بعد شوية، لكن العلوم الاجتماعية دي السوشيال ساينسز بتلم كل اللي هي السوشيال ساينسز، ما مقصود بها علم الاجتماع. أنا حسب العارفة وما متأكدة، جامعة خرطوم هي الجامعة الوحيدة تقريباً في الاقتصاد وعلم الاجتماع كلية واحدة، ولا كل الجامعات في السودان الحادي أنا متأكدة منها، لكن عموماً علوم إدارية هي كانت بيزنس ومحاسبة، يعني كانوا قسم جوا اقتصاد لحد 89، وبعدين بقت كلية قائمة بذاتها. عادةً علم الاجتماع ده بيكون تبع الكليات اللي اسمها الهيومانيتيز برا، يعني أو في اليابان تقريبا كان كده، وهسي حاليا في جنيفا يونيفرسيتي برضو شايفاه، وهو كده ما بكون تبع الاقتصاد، لكن أنا ما عاوز أفتي لأنه أنا متأكدة تماما. لكن الحاجة اللي أنا حاسة ممكن تكون السبب إلى حد ما، إنه في الآخر لما تتكلم عن علم الاقتصاد في الآخر أصغر وحدة فيه هو الإنسان، يعني عشان كده المسألة بتاعت الانسرتينيتي في النظريات الاقتصادية، أو مثلا بيقال إنه علم الاقتصاد العلم الوحيد اللي ممكن 2 فيه يفوزوا بجائزة نوبل، وكل واحد بيقول حاجة مختلفة عن الثاني، لأنه في الآخر أصغر وحدة فيه هو الإنسان، وتماما الحياة كلها معتمدة على سلوك الإنسان، وعشان نحن نفهم سلوك الإنسان برضو محتاجين إلى علم الاجتماع، بحيث إنه هو يعني مكمل يكون لعلم الاقتصاد، والاثنين يعني يساهموا في المسألة بتاعت إنك تقدر إنك أنت تصل لإنه تفسر مثلا نظرية اقتصادية، أو تفسر موديل اقتصادي معتمد على أصغر وحدة فيه واللي هي الإنسان. مثلا برضو في العلوم الاجتماعية برضو فرقها من أنواع العلوم الثانية، إنه مثلا نحن ما ممكن نعمل تجربة، يعني ما الحياة بنعملها في المعامل، يعني الظروف بتاعت أي حاجة أو أي ظاهرة إحنا بندرسها معتمدة تماماً على الإنسان، اللي هو سلوكه إلى حد كبير هو ممكن يكون ما مفسر بنسبة بتاعت 100%، وبيعتمد برضو على عوامل تانية أخرى كثيرة جداً، يعني وده هنا برضو إلى حد ما ممكن يكون دور علم الاجتماع فيه بصورة كبيرة. ما بنقدر تكونترول، يعني ما ممكن نقول إحنا نمشي نرفع التضخم في البلد دي عشان نعرف هيحصل شنو، بتستناه يترفع بعد ذاك بتحلل الأسباب مثلاً هي كانت شنو، يعني ما مختلفة ومعتمدة على أصغر وحدة فيها اللي هي الإنسان، وده تداخل في كبير مع علم الاجتماع، وتداخل كبير مع الهيومن ساينسز بصورة عامة، وبيجي برضو هنا العلوم السياسية اللي هي برضو جزء أو في كلية الاقتصاد فيها الثلاثة أقسام دي، اللي هي في اقتصاد وفي علم اجتماع وفيها العلوم السياسية كذلك. بالنسبة للمسألة بتاعت الإنجليزي، أيوة دي واحدة من الحياة اللي أنا بستعملها عشان أقنع الناس إنه ما مشكلة إذا أنت كنت قريت بالعربي، لأنه أنا قريت 5 سنين بالعربي، ممكن يكون البيس بتاعي في الإنجليزي كان ما حقول كويس، كان مناسب، لكن يا هو قريناه ودرسناه في الابتدائي، يعني بس الفرق انه انا درست انجليزي من اولى ابتدائي ما من 5 ابتدائي، لكن برضو في الاخر لما جيت لي سنه تامنه امتحنت او درست يا هو بيدرسوه كل الناس في تامنه، لكن انا ما استعملت الانجليزي درسته ده لحد الماجستير، وتماما كنت بحضر محاضرات ما بفهم عادي، حصلت الحاجه دي وتعبت جدا في انه انا يعني كان غير انه انا المفروض ادرس الكونتنت بتاع المحاضره، عندي شفتوا مذكرين القائمه بتاعه امتحان الانجليزي ذاك، الكلمه هي شنو معناها شنو بالعربي، فالموضوع احتاج مني يعني ايفورت اعلى من الايفورت المحتاج له شخص درس بالانجليزي او شخص اصلا انجليزي وقوي، لكن كان حاجه صعبه، لكن كان برضو حاجه مهمه، لانه كسرت لي الحاجز ده بتاع انه انا ما بعرف انجليزي،
عشان كده ذكرت في بداية المقابلة إنه أنا حاليا بصير كنت أدرس الطلبة بالإنجليزي، رغم إنهم بيتضايقوا شديد من الحاجة دي، لكن بكون شايفة قدام، بكون متأكدة إنه لو كسروا الحاجز ده هسي، لو دخلوا الامتحان بالإنجليزي ده هسي وهم في تانية جامعة، ما حيستنوا لحد ما يكونوا في الماجستير عشان يتكسر الحاجز ده. وعشان كده بقول لكل الناس اللي هم هسي ممكن يكونوا بيسمعوا مو مصدقين، لكن هو ده فعلا اللي حصل. يعني أنا 5 سنين درستها بالعربي، مصطلحات بسيطة جدا ما كنت عارفاها بالإنجليزي، وجيت لما اضطريت أقراها قريتها. بالنسبة للمنحة، أنا درست كورس قبل ما أقدم للمنحة تقريبا، لكن ما عشان المنحة، عشان أقوي إنجليزيني. فأي فرصة بتلقوها بتاعة تحسين لغة إنجليزية، مخاطبة، حوار، نادي اللغة الإنجليزية اللي كان بيقوم بيهم المؤسسة الباحثين السودانيين، في جروب برضو للغة الإنجليزية، في كمية من الفيديوز عن امتحانات الآيلتس وكيف تمتحنها وكيف تحضر لها وكذا، الحاجات دي كلها بتساعد. يعني أي شخص حاسس إنه لغته الإنجليزية ما كويسة إنف إنه يسافر برا أو يقدم بها لمنحة أو يشتغل بها لمنحة، أنا مثال، لأنه أنا بس كسر لي الحاجز ده الماجستير وكورس شهر، بيأثر، بيفرق كتير جدا. يعني الحاجز بتاع الكلام ذاته ده لازم تكسره قبل ما تمشي مثلا انترفيو بتاع منحة. شكرا. يديك العافية دكتورة، يعني مداخلة دكتور أنور، تفضل. والله يا دكتورة نعمة، طبعا يعني جنوب ما شاء الله exceeding الاكسبكتيشنز كلها. قبيلتها يا دكتور ياسين بيقول لي شنو، بيقول لي يا اخي دارين نعرف انه اختاروك كيف وطريقة الاختيار، فدي حاجة كويسة جدا جدا انه هي جاوبت على السؤال ده وانا زي اقوله كفتني شر الاجابة. نعم كبير اللي ذكرتي، انت قلتي انه والله يا اخي في الغربة الزول بيكون عنده زمن لنفسه، بيكون عنده يعني يمارس هواياته وكده، وانا عارف شوية عن هواياتك، فدي من الاعمال بتاع الدكتورة نعمة اللي هي في الرسم، ودي من الأعمال بتاعتها في التصوير، فممكن تكلمينا شوية عن الهوايات دي، وهل هي كان موجودة من أول ولا تنمت بس مع الغربة والزور قاعد برا؟ شكرا. الله يخليك. الهوايات كانت موجودة، بالذات التصوير. الرسم كان موجود مما أنا طفلة، باعتبار أنه أصلاً دي الهواية اللي بيبدأ بها أي طفل. وكنت يعني برسم كثير، لكن ما كان يعني مهما أحاول رسمي برضو لا يرتقي للمستوى بتاع إنه أنا أقول والله أنا بعرف أرسم. فبعدها انتقلت للتصوير، وبدأت التصوير من لما كنت في السودان، وكنت عضوة في سودانيز فوتوغرافرز، وكنا عندنا ورش في البيت الياباني. دايما الحياة بتقودني لحاجة عندها علاقة باليابان، لكن دي كلها صدف يعني إلى حد كبير. ومن هنا بوجه لهم كلهم تحية زملاء التصوير. فكنت بديت في الموضوع، لكن في اليابان لأنه كان في إلى حد كبير يعني زمن اللي أنا ما بدرس فيه وما في حاجة ثانية أعملها. وغير كده البلد جميلة جدا، يعني بتفتح الشباك بتلقى شجرة بنبية، فشجعت على إنه أنا أرجع للهواية بتاعت الهواية بتاعت التصوير. الرسم برضو بدأت أنمي موهبتي فيه أكثر وأكثر. أنا رسمي كله abstract painting، يعني لو جبت ورقة وقلم ما بقدر مثلا أرسم منظر قدامي يعني، أو زول أو شجرة أو كوباية، لكن يعني شغل بالألوان. فبدأت رجعت أرسم تاني، رجعت أعلم نفسي تاني يوتيوب، وأنا مدينة لليوتيوب ده بحياة كثيرة. يعني دكتوراتي كان بقول المفروض أكتب في الإهداء to يوتيوب، لأنه أي حاجة تجيف لي بمشي أفتش تيتوريال، وفعلا بلقى زول في زمن ما في مكان ما كان عنده نفس مشكلتي وحلها، وقرر إنه هو يعني يطلع اعمل فيديو عنها. والرسم برضو تعلمته ورجعت أتعلمه مرة تانية باليوتيوب. وهسي الصورة اللي عرضها أنور دي هي ديجيتال بينتينج، ده بدأت فيه هسي مؤخرا برضو باليوتيوب بتعلم. الحاجة اللي خلتني أستعيد ثقتي، مش أستعيد ثقتي، أحس إنه أنا ممكن يكون الشخبة اللي بعملها دي هي فعلا رسم وحاجة حلوة، برضو حاجة عندها علاقة باليابان، لأنه أنا عموما لما زول يعمل لي حاجة أو أكون عاوزة أهدي شخص حاجة بفضل أعمل حاجة، ما أجيب حاجة جاهزة يعني. فكان في واحدة كاندسان، هي كانت متطوعة بتجي الجامعة كل مرة للطلبة اللي عاوزين يتكلموا ياباني، بتجي تقعد وبنتكلم وبنتونس وكذا. ففي آخر يوم في الـ في الـ في الـ في السمستر يعني، كانت جبت لها هدية، رسمت لها رسمة صغيرة كده وجبتها لها هدية لها، فهي انبهرت وقالت لي دي حاجة حلوة شديد ورسمك حلو وانتي بتعرفي ترسمي، وقمت وريتها الأكاونت بتاعي في انستغرام انه دي رسماتي، فبرضو قالت لي دي حاجة حلوة ولازم تعملي معرض.
فاول مره في حياتي اسمع زول بيقول لي تعملي معرض، انا اعمل معرض رسم وتصوير. الموضوع ده بالنسبه لي حاجه بضيع بها زماني كده قوي، يعني بعمل حاجه بستمتع بها في زمن فراغي، وفعلا ساعدتني. وفعلا عملت معرض رسم وتصوير في كافيه في متحف الفن في اليابان في أوساكا. فكانت حاجه بالنسبه لي مبهره، وكنت حاسه انه معناه صوري ورسماتي دي كويسه يا اخواننا، اواصل في الموضوع اللي بعمل فيه ده. وبشكره جدا، يعني ساعدتني كثير جدا في مساله المعرض ده. نعم، وشكله يا دكتور الساكورا يعني اثر على الايدنتيتي فورميشن بتاعي. طيب انا دار امشي بس، لانه خلاص يعني مشينا ساعتين وقعده ساعتين دي ما سهله، لكن المنصه معك ممتعة جدا ويتعلمنا منها حاجات، يعني حاجات كثيرة يعني. تمام، طيب سؤالين سريعات جدا. مزول الشؤون الاقتصادية مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وظيفة يعني مرموغة، وظيفة ما سهلة، وظيفة كونه يعني تتبوأ المنصب فتاة سودانية لنا، يعني دي حاجة مفخرة لنا كلنا يعني. فنبذة صغيرة عن المنصب وعن الشغل بتاعك فيها يعني. الله يخليك. أنا حستغل النقطة دي عشان أشرح لكل الناس أنا كيف وصلت هنا، وكيف إنه ناس كتار ممكن يصلوا هنا للحاجة دي. الأمم المتحدة عندها برامج، البرامج دي من خلالها بتحاول إنه هي تدرب يعني الناس الصغار، إذا أنا اعتبرت صغيرة، المهم صغار خبرة، صغار من ناحية خبرة عملية ما سمم. واحدة من أهم برامج اسمه JPO اللي هو Junior Professional Officer. الJunior Professional Officer ده هي فكرة الأساسية إنه أي دولة بتستقطب يعني أشخاص منها، أو يعني ناس صغار سن منها، أو يعني potential leaders أو potential people to work for UN منها، وبيكون المرتب اللي بيدفع لهم مدفوع من الدولة المحددة. يعني مثلا إيطاليا بتجيب إيطاليين تعمل لهم انترفيوز بترسلهم اليو ان بتدفع لهم هي، وهنا بكونوا مستفيدين الاثنين. إيطاليا مستفيدة إنها زايدة أعداد الأفراد الشغالين في اليو ان، واليو ان مستفيدة إنها ما دفع حاجة، جايب لها ناس يشتغلوا لها وهم ما دفعين أي حاجة من جيبهم. البرنامج ده موجود من زمان جدا، وطبعا واضح إنه في الآخر اللي حيكونوا مستفيدين هم الدول اللي عندهم قروش يجيبوا ناس يدفعوا لهم. يعني الجي بي أوز ديل لو جيت عينت بتلقى إنه الدول الموجودة بتدفع وعندها ناس كتار هم جي بي أوز، ألمانيا، سويسرا، إيطاليا، تقريبا الدول الإسكندنافية، في فنلندا، والدول العربية مؤخرا دخلت السعودية ودخلت الكويت، ودول برضو ممكن نقول إنه عندها القدرة المالية تعمل الحاجة دي. الكلام ده كان البرنامج ده طبعا هو سنوي تقريبا، وأنا قمت في 2018 أو 2018 أيوة، وأنا بهبش في مواقع أنا دائما بكتبها لكل الناس، واحد اسمه Opportunities for Africa، ممكن أكتبهم في الجروب أنزلهم بعدين. نعم. واحد اسمه Youth Opportunities، واحد اسمه Opportunities Desk تقريبا، بتنزل فيها الفرص بتاعت الحاجات زي دي، ودي لأنها ما وظيفة تقريبا، هو برنامج تدريبي يعني. فقمت لقيته، فأنا بقرأ واسمه Italian JPO، أنا بقرأ وما شايفة مكتوب إنه أنت مفترض تكون Italian وبعيد ولسه ما لقيتها. فبحتى لقيت إنه في two places for two people from developing countries، إيطاليا متكفلة بأنه هي تدعم شخصين من دول النامية، ودي الطريقة الآن دخلت بها اليو ان ببساطة شديدة. فقدمت وفي حاجة مهمة لازم أقولها قبل ما أخذ المنصب دي أو أخذ الوظيفة وأدخل في البرنامج ده، قدمت قبل كده لليو ان وترفضت، وقدمت لل European Commission مرتين وترفضت، لكن يعني ما كنت طبعا حاسه انه ما مشكله رفضت حاجه دي، انت يعني كنت بكون زعلانه وما عارفه المشكله وين، لكن بواصل، لازم الناس تواصل يا جماعه، لانه الحياه ما بتحصل من اول مره، والحياه دي بتديك خبره. نعم. فقمت قدمت، والمفاجاه حصلت تاني انه انا كنت من الناس اللي حصل لهم شورت ليستنج. انا كنت بنافس مع الناس اللي من الديفلوبينج كنتريز، ما مع الايطاليين يعني. فبعد ذاك كان في انترفيو، كانت في ظروف صعبة جدا. الانترفيو كانت في الفترة كان فيها الانترنت مقطوع من السودان، فبطريقة ما اللي هو كان تقريبا بعد فضل اعتصام، ربنا يرحم كل الشهداء فضل اعتصام القيادة، فكان في طريقة ما لقيت نت عشان تشيك، ولقيت انه الناس اللي مرسلين لي انه عندك انترفيو كده،
فقمت رسلت لهم انه النت مقطوع من السودان، وانا ما عارفه متين تاني اصلا ممكن القى نت، وممكن عادي جدا انه يعني الوقت الانترفيو الانترفيو دي يعني احنا انا ما القى نت. فقالوا لي بنضرب لك تليفون، ما في مشكله يعني. فكانت انترفيو بالتليفون في وقت فيه التليفون ذاته بيقطع كل شويه، وانا ما شايفه تعابير وشوش الناس اللي قدامي، في حاجه مخيفه. ويعني انا بعد ما قفلت التليفون كنت مستاء لدرجه انه يعني حتى قلت مشيت للوالد وقلت له انا ما حيشيلوني، لانه دي كانت أسوأ حاجه حصلت لي في حياتي. انا حاسه انه انا اهنت نفسي واهنت السودان، لانه هم حيقولوا انه كل السودانيين ديل ما بيعرفوا اي حاجه، لانه ولا جاوبت اي سؤال كويس ولا يعني. كان بالنسبه لي في اختلاط كده عنيف، لانه دي الامم المتحده يفترض اادي باحسن ما عندي، ومفترض ما اكون متاثره بالظروف المحيطه، ومفترض فقسيت على نفسي جدا في تقييم روحي. واتقبلت، كانوا قدموا 8 للوظيفه دي واتقبلت، وانا حاليا sponsored by the Italian government. فناس نظريه المؤامره حيكونوا شايفين اكيد انه انا عميله، لكن الحاجه اللي عاوز اقولها عميله يابانيه وعميله ايطاليه وعميله سويسريه وشغاله في منظمه استعماريه. ايوه بالضبط كده يعني. أيوة. أسوأ حياة وشغالة مع الورد فعلا يعني، خلاص اكتملت دي أسوأهم. الأخيرة طيب. طيب. أسوأ. يا دكتور، عشان الوقت والله ما تتخيل إحنا مستمتعين كيف، لكن عشان ما نضغط عليك ولأنه بكرة عندكم يوم شغل، المدير التنفيذي لمبادرة الباحثين السودانيين، رؤيتك شنو للمبادرة في الـ next 5 years، يعني في الخمس سنوات القادمة يعني؟ بس حاجه بسيطه قبل ما امشي لموضوع الباحثين السودانيين، عاوز اقولها فيما يتعلق بال جي بي او بروجرام. هو ماكسيمم سنتين تقريبا، ممكن يبقى 3 سنين ماكسيمم، لانه هو برنامج تدريبي. الدول اللي بيقدموا دعومات وممكن يتكفلوا بناس من الدول الناميه هي ايطاليا، سويسرا، فنلندا تقريبا، وهولندا. فلو ناس مهتمين بالحاجة دي just write مثلا Swiss JPO, Italian JPO, Dutch JPO, أو فين JPO, JPO Junior Professional Officer، فبتديك المعلومات. قدموا إخواننا، لأنه هم الناس اللي مستعدين to sponsor ناس من developing countries ويجيبوك جنيف ويدربوك 3 سنين يعني أو سنتين. الباحثين السودانيين أول حاجة اللي تم اختياري لأنه أنور عايز يزوق من الآخر من الموضوع. ثاني حاجه فتح الكاميرا اهو. لا الموضوع خلاص، دي ما حقيقه ما زوغان، وانما يعني المستقبل بتاع المؤسسه يفترض انه يحددوه الشباب، ونحن خدمنا بما يكفي. ودي رساله مهمه جدا لكل الناس، انه اي زول يا اخوانا عنده مؤسسه منظمه، انت في وزاره مدير بتاع، ادي فرصه للشباب تحديدا الكنداكات، وعمل فيتنج كويس، فتش فيهم كده، ده بتلقى ناس زي نعمه دي قاعدين مستنيين الفرصه على اساس انهم يقدموا عندهم. نعم طبعا. شوف يا دكتور، الحته بتاعت مبادره الباحثين دي عندها حلقه خاصه يعني، ان شاء الله دي حتكون قريب جدا يعني، انه المايلستونز بتاعت الحاجات يعني، دي ان شاء الله حتكون في من ضمن البرامج. احمد شافك فتحت الكاميرا، اتفضل. ايوه اول حاجه ما شاء الله طبعا جيت مستمع، غير كده انا قررت اعيد بعدين التسجيل احضره ثاني، معلومات كثيره ما قدرت الحق اكتبها. بس انا بس عاوز اقول نقطتين، لكن النقطه الاخيره اللي ذكرت الترنور، الميزه اللي انا شايف الترنور في نقل القياده لشخصيه شابه، انه نقله في اوج الباحثين السودانيين، يعني ما نقله وقت هي بعد ما تدهورت او كذا. انا شايف انه الزرقة تنقل الحته وقت الزرقة يكون في اوج نجاحها واستقرارها، ادي لها قيادات جديده. فانا شايف ده صراحه ما حصلت، انا تقريبا ما شفت فتره قريبه في السودان حصلت، بالذات المبادرات أن يكون الأب الروحي في المبادرة حتى ما تموت. فشكرا لك التنور، شكرا لك دكتور نعمة. القيادة هي صعبة صراحة، لأن البولنتير أصعب من الشغل اللي أنا صراحة very interested، لأنه أشوف لي زول أو زولة سودانية تنجح برا السودان. طبعا نجحت في السودان معروف، لكن نجح في السودان ده من كتار جدا مشاركنا فيه، لكن نجح برا السودان ده نجح صراحة. أنا أفتخر بكلنا، وأنا واحد من الناس أفتخر أنه أنا بعرفك. وصراحة دكتور نعمة شوفوا انتوا برا فيها، في صراحة شخصية قيادية، تجي معنا في اجتماع تلقى مش جاهزة للاجتماع. صراحة انا اقول لكم انها ما اشتغلت في سويسرا لان هي زولة درجة عالية في الجامعة ولا سيرت في اليابان، لا صراحة انا بحضر لها اجتماعات بلقى هي مجهزة
من A to Z في الاجتماع ومجهزة هي تقول شنو والاجتماع ينتهي لوين وغير كده. صراحة يعني الزول الجادي ظاهر، الزول المسابر ظاهر. فأنا ما عندي سؤال، أنا بس حابة أشكره وأقول لكل الناس اللي بيسمعوا لها الفكرة الأساسية عشان توصل لدكتور نعمة لازم أنت تسعى زيها. يعني أنت ما يعني مو ما الفكرة في البحث وأنا سعى درب النجاح أنك تسمع وتقول الله 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 دكتورة دي ما شاء الله يعني نجحت وكذا، لا، الفكرة الأساسية أنك تبقى زيها وتكون لنا يعني قدوة لنا كلنا. أنا واحد من الناس بالنسبة لي دكتورة نعمة قدوة، وإن شاء الله نحاول كلنا نواجه الصعوبات والتحديات اللي قدامنا. وأنا كرسالة لكل المستمعين بالذات الشباب أسعوا أسعوا أسعوا. وشكرا لك دكتورة نعمة، وشكرا لك دكتورة ياسين ودكتورة أنور وهيثم وتامر والرازي، إن شاء الله شكرا لك جميعا. يعطيك العافية. نرجع لشكرا يا أحمد يا باشمهندس، يا يديك العافية، واحد من جنود المبادرة طبعا أحمد. أيوة. أنا كنت عاوزة بس أعقب على كلامه وأقول له إنه أشكر لك على الكلام اللي قلته، وفي الآخر الشغل ده هو مجهود جماعي وأنت من الشباب المتهدين جدا، وكل الشباب الأدمنز والمودريترز في الجروب وكل الناس الشغالين خلف الكواليس، يعني ده مجهود جماعي. يعني أنا ما عندي الدور الكبير الفيه الأكبر الفيه، ولكن هو دوركم أنتوا اللي بتقدموه أنتوا زمنكم ووقتكم والديديكيشن بتاعكم، فشكرا أحمد. نعم. طيب نرجع لسؤالنا، المبادرة الباحثين في الـ next 5 years يا دكتورة. طيب حاليا أنا فكرتي أو فكرة التيم الحاليا شغال في مؤسسة الباحثين السودانيين إنه إحنا جاء الوقت إنه إحنا نعيد ريبراند مؤسسة الباحثين السودانيين، وننتقل من النقطة بتاعت إنه إحنا we are perceived، الناس بينظروا لينا على أساس إنه إحنا مجموعة فيسبوك ممكن يجوز له فيها الأسئلة، وفعلا حنظل طول عمرنا مكان لكل الأسئلة المتعلقة بالعلم والبحث العلمي ومتعلقة بكل الجوانب الممكن تأثر على الحياة التعليمية في السودان. لكن لازم نتحول للشكل بتاع المؤسسة، لازم الناس تدرك النشاطات الأكبر اللي ممكن تكون بتقوم بها المؤسسة حاليا خارج إطار النشاط الفيسبوكي والجروب بتاع الفيسبوك. ولازم يكون عندنا وجود في أرض الواقع، يعني تقريبا نحن لأسباب مختلفة وكثيرة جدا شغلنا معظم أونلاين وفيرشوال، لكن لازم في الخمس سنين الجاية إن شاء الله يكون عندنا وجود على أرض الواقع، نحاول نتعامل مع الناس الموجودين في السودان بصورة أكبر، ننتقل للموقع بتاعنا ويكون عندنا تقسيم واضح للشغل اللي بنقوم به. وعاوزين فولنتيرز كتار يا جماعة، الشغل كثير جدا، أي الناس اللي عندهم أي رغبة في أنهم ينضموا للأسرة الكبيرة بتاعت مجموعة الباحثين السودانيين لازم يكونوا معانا. نحن لازم ما حنبدأ نبني من البداية، لأن نحن عندنا يعني البيس بتاعنا ممتاز جدا، لكن نحن لازم to aim bigger، لازم نمشي أكبر بخطى أوسع، نحقق أهدافنا اللي إحنا كاتبينها، إن إحنا نكون منصة بحثية تساهم في إسراء البحث العلمي في السودان، نكون ملتقى للباحثين السودانيين ومكان بيشتغل شغل بتاع capacity building وبناء لقدرات الباحثين في السودان، بيشتغل برضو شغل بتاع networking، الناس تلاقي بعض ويكون في بينها تعاونات بحثية مختلفة، نرفع القدرات والكفاءات بتاعة السودانيين على كل المستويات، المستوى بتاع الشهادة الثانوية، حتى الأطفال زي مثلا كورس البرمجة اللي كان يتعمل المستوى الجامعي والمستوى الفوق الجامعي، نواصل في تقديم برامجنا التدريبية المختلفة ومحاضراتنا المختلفة، ونكون المنصة البحثية رقم واحد إن شاء الله في السودان. دكتورة نعمة يعني كانت يعني شجرة ساكورة صراحة، يعني من أم درمان وديتينا قبل بين الكوبري جامعة الخرطوم ودخلتينا جامعة الخرطوم، ويعني شمينا ريحة الطباشير وانت بتدرسي، وبعدك مشيتي يعني اليابان، ورحلة جميلة جدا جدا. كلمة أخيرة يا دكتورة. والله قبل الكلمة الأخيرة أعتقد في مرحلة مهمة جدا لازم تلقي عليها الضوء، اللي هي بخصوص مبادرة أساس جامعة الخرطوم والثورة السودانية، يا ريت بس لو قلت عنا حاجة بسيطة. أنا مبسوطة جدا إنه أنا حضرت الثورة السودانية في السودان، وأنا رجعت 2018 وحضرتها من البداية لحد 2019 شهر 11 لحد ما تكونت الحكومة الأولى، وكان الوقت في الوقت ذاك الأمل لسه عالي جدا، والإنسان مارق من السودان وهو مطمن حاسين إنه الأمور يعني كلها الأمن مستتب. الثورة مشاركتي فيها كانت كأي سوداني وسودانية بيحب وطنه وعايز إنه يكون عنده دور في وطنه، من خلال مشاركتنا المختلفة في التظاهرات بصورة عامة، بالإضافة لمبادرة أساتذة جامعة الخرطوم كانت يعني نقطة مهمة جدا في
تاريخ جامعة الخرطوم أعتقد، وفي حياتي أنا بصفة شخصية. لحد اليوم بتذكر الدعاية الأولى لأول وقفة احتجاجية كان في دار الأساتذة، بعدها حصلت اعتقالات، وبعدها عملنا وقفة أكبر منها في شارع المين. كنت موجودة في اللحظة اللي كان فيها أساتذة في الجامعة بيهتفوا بيقولوا تسقط بس. رغم إنه أسي حاليا في ممكن يكون تشوهات كثيرة جدا حصلت، أو ممكن يكون في مفاجآت كثيرة حصلت على طول الطريق، لكن لو رجع بي الزمن لورا نفس الحاجة دي هعملها، لأنه أنا مقتنعة إنه في الوقت الإحساسي في وقتها كان صادق جدا، وكان معظم الناس الموجودين هم هدفهم فعلا البلد، وهدفهم فعلا حماية الوطن من اللي كان حاصل، وإنهاء حكم ديكتاتوري طول جدا واستنزف البلد بصورة كبيرة جدا. بعد كده المبادرة اتقسموا الأساتذة إلى مجموعة عمل، كل مجموعة عمل كانت بتقوم بشغل لتقديم ورقة هي زي بوليسي بيبر اكثر من كونها ريسيرش بيبر تساعد الفتره الانتقاليه القادمه. الحاجه الجميله انه احنا لما بدينا الشغل ده كان البشير اصلا ما سقط، يعني الناس لما بدات مساله انه تتقسم على جروبات واي زول يدخل الجروب المحدد ويشتغل مع الناس، مثلا كان في مجموعه التعليم، كان في الاقتصاد اللي انا كنت فيها، كان في ناس شغالين مثلا البنى التحتيه اللي هم ناس كليه الهندسه، وعدد ثاني من الناس. فكان البشير ما سقط، لما جمعنا التوقيعات ووقعنا 700 أستاذ كان البشير ما سقط، لكن كان عندنا إحساس داخلي إنه حيحصل. فإحنا لازم كأساتذة جامعة دورنا باعتبار المبدأ اللي قلته بتاع التخصص وتقسيم العمل، دورنا في اللحظة دي ما بس إنه نطلع التظاهرات، دورنا أكبر، دورنا إنه حنقعد نشوف البلد دي حتمشي لوين، وممكن نساهم بشنو في البلد دي. فأنا كنت مقرر لجنة الإصلاح الاقتصادي، اتعملت الورقة العلمية، واتعملت بعدها ورشة قدمت فيها حلول اقتصادية للحكومة الانتقالية. طبعا ما في داعي أقول إنها ظلت حبيسة الأدراج، ولا أعتقد إن تم النظر إليها بأي حال من الأحوال، لكن في الآخر اتعرفت على ناس عظيمين خلال فترة المبادرة دي، هم حاليا يعني أصدقاء وصديقات مقربين جدا بالنسبة لي، ناس همهم على الوطن بصورة كبيرة جدا، واشتغلوا بضمير حقيقي، واشتغلوا بعدها بضمير كبير جدا في تكوين نقابة أساتذة جامعة الخرطوم. فكانت تجربة مهمة جدا تجربة المبادرة، وورتني إنه أي شيء فيه الكويس وفيه الكعب، وزي ما في ناس شغالين فعلا عشان الوطن، في ناس متسلقين هدفهم حياة أخرى يعني. ففتحت عين الإنسان كثير جدا وخلتني عايلة في السودان. بعد ذاك اللي حصل في السودان، المشاكل اللي حصلت في السودان من الحكومة، من المفاجآت اللي بنتفاجأ كل يوم، العودة إلى الوراء كلها ما كانت مفاجأة، لأن ممكن يكون الواحد شاف أي يعني إلى حد ما مش شاف أي حاجة، لكن شاف حياة كثيرة. لكن تظل المبادرة نقطة فارقة في حياتي على المستويين، المستوى العملي والمستوى الشخصي كذلك. نعم، شكرا جزيلا يا دكتوره نعمه. الحديث شجون يعني، وفي حلقات يعني انا متاكد انه الشباب في خلف الكواليس احمد وهيثم بيخططوا انه يستضيفوك في حاجات ثانيه، يعني مثلا الدراسه في اليابان دي يكون حاجه براها، التقديم للمنحه بتاعت اليابان، التقديم للوظائف العالميه كويس، زي مثلا الوظائف اللي انت تكلمتي عنها بتاعت اليونايتد نيشن والمنظمات الدوليه. سعيدين جدا يا جماعه الليله، يعني ضربه البدايه كانت مع شخصيه متميزه، دكتوره نعمه الفاتح حامر، مزوله الشؤون الاقتصاديه مؤتمر الامم المتحده للتجاره والتنميه، المدير التنفيذي لمبادره الباحثين السودانيين، دكتوراه في الاقتصاد من جامعه اوساكا في اليابان، وبكالوريوس وماجستير الاداره جامعه الخرطوم. البرنامج ان شاء الله حيكون متواصل كل خميس الساعه 8 بتوقيت السودان، وكل اسبوع حنستضيف شخصيه جديده. بتمنى يا جماعه اي زول عنده شايف عنده شخصيه مثاليه او شخصيه نحن نقدر نحتذي بها وشخصيه تحفزنا، فيتراسل معنا وان شاء الله حنستضيفه. شكرا ياسين، شكرا للتيم الشغال يعني الجهود المجهولين وراء الكواليس على البرنامج العظيم، وانا حقيقي استمتعت به جدا، شكرا لكم كثير. شكرا لك يا دكتوره، صرت لا اسمع صوتي، ليس عندي ما يقال، كل ما في الارض شيء من رمال، حينما تنهار فينا دهشه الاشياء ننسى كل معنى للسؤال، صرت لا اسمع صوتي، كل ما في الكون يجري ثم يضغط خلف سمعي، كل حزن الناس اضحى بين حزني، بعض دمعي الغناديل تهاوت خلف غضبان السجون، والعصافير توارت في سراديب الجنون،
والبريق الآن يجري ثم ينزف في العيون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء. حاجة بسيطة كده بنختم بها للشخصيات الوطنية القيادية كده. جند الوطن إن دعا داعي الفداء لم نخن، نتحدى الموت عند المحن، نشتري المجد بأغلى ثمن. هذه الأرض لنا فليعش سوداننا علما بين الأمم. شكرا بحجم الوطن يا ياسين، شكرا لكم جميعا، شكرا يا نعمة، شكرا جزيلا.